اسمحوا لي ان ارحب بجمهور مكتبه اسكندريه الكرام. اعرف حضراتكم بنفسي، انا الدكتوره مروه الوكيل، رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه اسكندريه. بدات مكتبه الاسكندريه منذ شهر مايو الماضي من خلال قطاع البحث الاكاديمي في تنظيم سلسله من الندوات الافتراضيه تتناول وباء فيروس كورونا المستجد بشكل مختلف، يركز على الجوانب العلميه والبحثيه والتكنولوجيه والبيئيه المرتبطه بهذا الوباء. طاقت تلك السلسله الافتراضيه تحت رعايه معالي الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبه الاسكندريه، وقد دعم سيادته هذا النشاط وحرص على ان تخرج هذه السلسله في احسن صوره، تاكيدا منه على دور مكتبه الاسكندريه في نشر العلم والمعرفه. تناولت هذه السلسله العديد من الموضوعات الهامه المرتبطه بمكافحه هذا الوباء، كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبحوث واللقاحات والحفاظ على الطبيعه والبيئه. وقد ضمت هذه السلسله كوكبه من الوزراء والعلماء والخبراء المتميزين في المجالات المختلفه. يسعدنا ان نلقاكم للمره الخامسه في ندوه اليوم تحت عنوان اهداف التنميه المستدامه بعد جائحه كورونا، والتي ينظمها برنامج دراسات التنميه المستدامه بالمكتبه. تلقي هذه الجائحه بظلالها على شتى مناحي الحياه، الامر الذي استدعى تسليط الضوء في ندوه اليوم على التنميه المستدامه واهدافها، والتي يتحدث العالم باجمع عن اعاده النظر فيها وفي سبل تحقيقها، في ضوء التحديات الراهنه وخاصه انها تمثل طوق النجاه للخروج من تلك الازمه ومثيلاتها في المستقبل. يشرفنا اليوم راعي هذه السلسله معالي الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبه الاسكندريه، والذي ننتهز هذه الفرصه لنشكره على دعمه المستمر لقطاع البحث الاكاديمي وانشطته المختلفه. ويشرفنا ايضا اليوم معالي الاستاذه الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والتي نتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان على تشريفها لنا اليوم ووجودها معنا رغم انشغالاتها ومسؤولياتها الجسام، وهي نموذج مشرف للمراه المصريه ومصدر الهام وقدوه لنا جميعا. ويشرفنا ايضا ان تدير ندوه اليوم معالي الوزير المفوض السفيره ندى العجيزي مدير اداره التنميه المستدامه بجامعه الدول العربيه، والتي نشكرها جزيلا على قبولها المشاركه واداره هذه الندوه. كما يسعدنا ويشرفنا استضافه الاستاذ اسامه الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين اباظه استشاري التنميه المستدامه والاقتصاد الاخضر، ونحن نتقدم لهما بجزيل الشكر على قبولهما المشاركه في ندوه اليوم واثرائها بعلمهما وخبراتهما. تبدا فعاليتنا اليوم بكلمه افتتاحيه من معالي الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبه الاسكندريه. تفضل معالي الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي اولا الترحيب بمعالي الوزيره الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والتي حصلت على لقب افضل وزيره عربيه في نوفمبر الماضي، الكل يذكر ذلك. الدكتوره هاله السعيد داعمه اساسيه لكل برامج مكتبه الاسكندريه، وشاركت معنا بوقتها الثمين فيما يتصل بموضوعات التنميه المستدامه مع مركز الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، وبالتالي ليس غريبا عليها أن تكون معنا في هذه الندوة، وهذا تشريف لمكتبة الإسكندرية ولنا جميعا. أرحب أيضا بابنتي العزيزة ندى العجيزي، ندى زميلة بنتي، يعني كأنها بنتي بالظبط، وأنا سعيد إنها بقت وزير مفوض، لأن الحقيقة أنا ما شفتهاش من أيام ما كانت ملحق. يعني سعادة شديدة جدا لمكتبة الإسكندرية أنها تستضيف مجموعة من خيرة الناس. أما الأستاذ أسامة الجوهري فأسمع عنه دائما كل ما يدعو للاحترام والتقدير، وهو رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. الدكتور حسين أباظة هو صديق عزيز واستشاري التنمية المستدامة، وعمل معنا في كثير من الأمور المتصلة بهذه القضية. طبعا أنا بشكر زميلتي الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع الأكاديمي على نشاطها الدائم وسلسلة المحاضرات الافتراضية اللي نظمها القطاع هذا العام، لأنه تعرفين إن الجائحة أطلت بوجهها الكئيب على حياتنا وغيرت كثير من مساراته وأوقفت عديد من الأنشطة وأثرت تأثيرا واضحا على مجريات الحياة، حتى الحياة المنزلية والحياة الوظيفية والحياة العادية في كل مكان. إنما هذا خطرنا وتلك إرادة الله، ونرجو أن تزول الغمة في أقرب وقت. موضوع التنمية المستدامة يعني لا يفتى وملك في المدينة. الدكتورة هالة أستاذة الأساتذة في هذه الموضوعات، وهي عميدة الكلية التي تخرجت منها في يوم من الأيام، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ولازلنا نذكر على فكرة بالاعتزاز الشديد فترة عمادتها التي اختلفت عن كل العمداء السابقين واللاحقين.
المهم اسمحوا لي ان انا ارحب بكم مره تانية، واقول انه السلسله دي كانت ضمت قبل كده موضوعات عن الذكاء الاصطناعي وموضوعات عن علوم البيانات والبيئه، والمره دي التنميه المستدامه اللي احنا اشتغلنا فيها فتره طويله جدا في مكتبه الاسكندريه باشراف ومشاركه من معالي الوزيره. لذلك انا برحب بهذه الندوه، وبأرى هذا إسهام من مكتبة الإسكندرية في ظل ظروف التوقف العام في كثير من الأنشطة، ولكن لا بأس ما دام قد أتيح لنا بحكم التكنولوجيا أن نلتقي وأن نتحاور، فهذه واحدة من السلسلة المتصلة من الندوات التي تعقدها مكتبة الإسكندرية في هذا الشأن. لا أريد أن أطيل عليكم لوقتكم ووقت معالي الوزيرة، ويسعدني أن نستمع إلى كلمة الافتتاح من معاليها الوزيرة الأستاذة الدكتورة هالة سعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ويعني الصديقة العزيزة لمكتبة الإسكندرية. شكرا دكتور مصطفى الفقي، الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية. سيدات والسادة الزملاء والزميلات الأعزاء، أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في الندوة الهامة، وطبعا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء وزميلات في مكتبة الإسكندرية على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الحدث. ودايما الحقيقة دكتور مصطفى سعيدة جدا في المشاركة في كل الفعاليات التي بيتم دعوتي لها للمشاركة مع مكتبة الإسكندرية، لأنه المكتبة يعني بتعد منارة وطنية عريقة للمعرفة العلمية، نشهد لها بجهودها المستمرة لطرح ومناقشة كافة القضايا العلمية والمعرفية التنموية، ولا سيما المتعلقة بدعم جهود الدولة المصرية ومسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. زي ما حضراتكم عارفين طبعا ينبغي ان يعني علينا جميعا ان نقر بصعوبه ما يشهده العالم حاليا من ازمه متفاقمه وما زالت مستمره بتفشي فيروس كورونا المستجد. هذه الازمه ضربت الاقتصاد العالمي وادخلته في مرحله غير مسبوقه من التبعات الاقتصاديه، الركود الاقتصادي، وتجاوزت ازمه تفشي فيروس كورونا حدتها وتداعياتها كافة الأزمات الاقتصادية السابقة التي شهدها العالم منذ الكساد الكبير الذي حدث في 1929. نتج عن تفشي جائحة كورونا معاناة الدول النامية بشكل أساسي من نقص في التمويل اللي كانت بتحتاجه لعام 2020 عشان تستطيع أنها تستمر في المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النقص في التمويل بحوالي 1.7 تريليون دولار وفقا لآخر تقرير صدر من الـOECD، بالإضافة إلى فجوة تم تقديرها بواحد تريليون دولار في الإنفاق العام للإنفاق على تدابير التعافي من فيروس كورونا المستجد. طبعا ايضا ده صاحبه انخفاض في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبه حوالي 40% في الاقتصاديات على المستوى العالمي، وده طبعا انعكس بشكل مباشر على انخفاض مؤشر التنميه البشريه بشكل ملحوظ في عام 2020 وفقا لما كان عليه الحال سابقا. لو بصينا للاهداف الامميه ولو بصينا الى هذه الاهداف وبنلاقي انه مجموعه كبيرة من الأهداف الأممية تأثرت سلباً بهذه الجائحة، وهناخد طبعاً مش هنذكر الـ 17 هدف وتأثرهم بهذه الجائحة، ولكن هنأخذ بعض الأمثلة من هذه الأهداف الأممية. هناخد مثل الهدف الأممي الأول القضاء على الفقر، أو الهدف الأممي الثالث الخاص بالصحة، أو الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد أو العمل اللائق. هنجد أن كل هذه الأهداف تأثرت سلباً، فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة قد يؤدي وباء كورونا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدفع إلى أكثر من مليار شخص بحلول عام 2030. بلغ عدد الأشخاص اللي بيواجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد حوالي 265 مليون شخص وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. أيضاً تأثرت العملية التعليمية في كل دول العالم، تقدر منظمة اليونسكو إن حوالي 1.25 مليار طالب، 1.25 مليار طالب تأثروا عملية الإغلاق المدارس،
والامم المتحده البرنامج الامم المتحده الانمائي بيتكلم على ان 86% من اطفال المدارس الابتدائيه وبالذات في الدول الناميه يعني تاثروا سلبا من هذه الجائحه، وده بيؤكد على ضروره هنا سد الفجوه الرقميه. عمليه الديجيتال ديفايد هنا مهمه جدا في الوصول الى عمليه التعليميه ولا سيما في المناطق الفقيره. طبعا الجائحه ايضا اثرت سلبا بشكل مباشر او غير مباشر على الاهداف الامميه الاخرى، وان كان بدرجات متفاوته. وطبعا هناك مجموعه من الاجراءات البرنامج الامم المتحده ذكرها في اطار تحقيق او الوصول الى اهداف التنميه المستدامه اللي الدول كلها بدات انها يعني تاخذها في الاعتبار، زي توفير الحمايه الاجتماعيه واحترام حقوق الجميع بصوره اكثر تضامنا ومساواه، الاستثمار في تنميه القدرات وبالتركيز على قطاع الصحه ومعالجه التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الاخضر. النهارده نتكلم على النيو نورم، والنهارده ان احنا النهارده ريبيلدينج جرين، ان احنا بنبدا في مكافحه التغيرات المناخيه، واتخاذ خطوات نحو الادماج وتعزيز التنوع بالاضافه الى الحوكمه وتسريع وسيره التحول الرقمي. في إطار كل هذه التحديات اللي يعني بتضرب العالم كله بشكل ووتيرة غير مسبوقة، لما بيجي نتكلم النهاردة الحقيقة في إطار الحديث عن التجربة التنموية وما تشهده التجربة التنموية المصرية من تحديات، وكان يتم إضافة لها تحدي جديد متمثل في أزمة تفشي وباء كورونا. رغم تلك التحديات جاءت مصر في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية المستدامة الأممية الصادر عن مؤخراً عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال مقارنة بالمركز 92 في عام 2019. وحققت مصر أيضاً إنجاز يعني في إطار المستهدفات، وفي بعض الأمور يفوق المستهدفات في إطار رؤية مصر 2030، منها في إطار البنية الأساسية توافر خدمات للمواطنين، خدمات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، جودة البنية الأساسية. كل هذه المؤشرات شهدت فيها مصر قدر عالي من التحسن، يا إما وفقا للمستهدفات اللي حقيقة حطها المجتمع وليس لم تضع هذه المستهدفات وقت إطلاق هذه الرؤية الحكومة المصرية، حطها المجتمع المصري بشكل تشاركي، ففي بعض هذه المستهدفات حققنا فيها المستهدفات وفي بعض آخر تفوقنا فيها على هذه المستهدفات، ولكن ما زال هناك بعض التحديات خاصة بمشاركة المرأة، بعض التحديات خاصة بمحو الأمية، بالتعليم، بعض هذه المؤشرات لازال لدينا فيها بعض التحديات. كان سبق طبعا ذلك ان الحكومه المصريه والدوله المصريه كانت نفذت عدد من الاصلاحات سواء كان في المجال التشريعي او المؤسسي في المرحله الاولى من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللي اطلقته الحكومه في نوفمبر 2016، وده نتج عنه الحقيقه تحقيق عدد كبير من المؤشرات الايجابيه، ونتج عنه ايضا ان احنا استطعنا ان يكون لدينا الحيز المالي الكافي في وقت الجائحة، وقت ظهور الجائحة، إن إحنا نصرف منه على مساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً أو مساندة الفئات الأكثر تضرراً. فزي ما حضراتكم عارفين إحنا كان بلغ معدل النمو الاقتصادي بتاعنا 5.6% في النصف الأول من عام 19 و20، وصل معدل البطالة إلى 7.5%، انخفض متوسط التضخم إلى 5%، واسترد الاحتياطي النقد الأجنبي عافيته بأن احنا بقينا قادرين على تغطية أكثر من 8.5 أشهر من الواردات. دي كلها مؤشرات إيجابية جت يعني قدرنا أن احنا نحققها في إطار أزمة كوفيد-19، وبالتالي سندت الاقتصاد المصري وقت هذه الجائحة. دايما لو احنا بنقول احنا كانت هذه الجائحة ظهرت في 2016 وقت ما كان عندنا معدلات بطالة تفوق 13%، وقت ما كان عندي احتياطي نقدي لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات، وقت ما كان عندي عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، ما كانش هيكون عندي الحيز المالي الكافي اللي أنا من خلاله أستطيع أن أنا أساند
الاقتصاد المصري واجعل الاقتصاد المصري اكثر قدره على ان هو يواجه الازمات. الازمات الخارجيه زي ما حضراتكم عارفين تحتاج اقتصاد قوي صلب يستطيع ان هو يتصدى لهذه الازمات. اذا انا عندي النهارده مؤشرات اقتصاديه جيده استطيع بها ان انا اتصدى لهذه الازمات. وبالتالي الحمد لله لما حصلت هذه الجائحه استطعنا ان احنا نتدخل بمجموعه من الاجراءات، وكان من ضمن هذه الاجراءات طبعا التوجه الاساسي اللي الدوله المصريه اخذته من اول لحظه، وهو ان انا يعني اوازن بين ان انا استمر في النشاط الاقتصادي مع اخذ كل الاجراءات الاحترازيه والحفاظ على صحه المواطن. هذا التوازن الحقيقه ساعد بشكل كبير جدا ان احنا نحقق معدلات ايجابيه في العديد من المؤشرات الاقتصاديه، وطبعا بالاضافه الى ان انا عندي اقتصاد مصري متنوع فكان عندي قدر من القطاعات لديها المرونه والقدره على التكيف. الحمد لله كان نتيجه هذا ان احنا الاقتصاد المصري حقق 3.6% في نهايه العام المالي الماضي. طبعا كان مخطط ان احنا نحقق بدون الجائحه قرابه 6%، لكن كانت مصر الحقيقه من الدول القليله جدا على مستوى العالم اللي قدرت انها تحقق معدلات نمو موجبه. ايضا مع يعني قمه الجائحه في شهر يونيو الماضي ارتفعت معدلات البطاله الى 9.5% ثم تراجعت تاني مع عوده النشاط الاقتصادي الى 7.2% معدلات بطاله، وده طبعا معدل جيد جدا في اطار ظروف فيها توقف كلي لبعض القطاعات زي قطاع السياحه وقطاع الطيران وتوقف جزئي في بعض القطاعات الاخرى. معدل ايضا التضخم بيؤكد على وجود استقرار في المستوى العام للاسعار مع توافر حجم كبير من السلع الاساسيه. الحقيقه المواطنين لم يشعروا بنقص في السلع في اي مكان في اطار الظروف الاستثنائيه اللي مر بها الاقتصاد المصري، ولاول مره بينخفض معدلات الفقر منذ 20 عاما الى 29.7% مقارنه ب 32.5% في عام 17-18. الحكومه المصريه يعني اخذت هذا التوجه واخذت مجموعه من الاجراءات الاستباقيه. هذه الاجراءات اعتمدت على اول اجراء كان مسانده القطاعات المتضرره. مسانده القطاعات المتضرره ازاي؟ عن طريق ان انا اخفف الاعباء الماليه ووفر السيوله والائتمان الى القطاعات التي تضررت تضرر كلي زي قطاع او جزئي بشكل كبير زي قطاع السياحه زي قطاع الطيران زي قطاع المشروعات الصغيره متناهيه الصغر، وده طبعا عن طريق من السياسات الماليه اللي هي اجلت المدفوعات السيادية أو السياسات النقدية اللي أجلت المستحقات الخاصة بالقروض، أو حصل تخفيض كبير في سعر الفايدة بحوالي 400 نقطة. الشق الثاني كان مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة. إحنا طبعا عندنا المسح الخاص بالمسح الاقتصادي اللي بيبين في حجم العمالة المنتظمة والعمالة الغير منتظمة. عندنا قدر من العمالة الغير منتظمة اللي احنا في هذه الأزمات بنعتبرها العمالة الهشة اللي تبقى أكثر قدر من العمالة تتأثر في الأزمات الخارجية زي كده. فتم منح منحة رئاسية كانت مقررة لمدة 3 أشهر امتدت إلى 3 أشهر أخرى بتوجيه من السيد الرئيس نظراً لاستمرار الجائحة. تم تمويل أكثر من حوالي 3.5 مليون عامل في هذه من خلال هذه المنحة الرئيسية، بالإضافة إن بقى عندي قاعدة بيانات عند أكثر من 6 مليون عامل عمالة غير منتظمة. النهاردة مع وزارة التضامن ومع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إحنا بنشتغل من أجل إن إحنا نوفر لهم فرص عمل في المشروعات القومية وفي حياة كريمة. الحاجة الثانية إن أنا النهاردة بقى الاتجاه الثاني أو الخطة الثانية أو المحور الثاني في خطة الدولة هو تنشيط الاقتصاد من خلال إن إحنا طبعاً ضخينا 100 مليار جنيه حزمة تنشيطية، وزي ما حضراتكم عارفين دول كتير جداً في هذه الأزمات تأخذ إجراءات انكماشية. إحنا خدنا إجراءات توسعية زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية. قدمنا حزم تحفيزية بحوالي أكثر من 102 مليار جنيه، دي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى
النهارده زودنا الاستثمارات في قطاعات كلها اللي لها قدره على انها تنشط الاقتصاد، زي قطاع الصحه، زي قطاع التعليم، زي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتيه. المحور الرابع من الخطه كان الاهتمام بعمليات التواصل والشفافيه، واعتقد ده كان مكون مهم جدا من مكونات هذه الخطه من خلال المؤتمرات الصحفيه اللي كان بيعقدها السيد رئيس مجلس الوزراء بصفه مستمره مع عدد من الوزراء للاطلاع المواطنين بشكل دوري على مستجدات الازمه بشكل مستمر. والحقيقه هذا النوع من الشفافيه والتواصل خلق قدر عالي جدا من الثقه بين المواطنين وبين الحكومه في متابعه مستجدات الازمه. الشق الجديد الحقيقه اللي احنا اطلقه السيد الرئيس وهو التوسع في برامج الحمايه الاجتماعيه، ليس فقط من خلال برامج الدعم النقدي المشروط اللي بيتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة لتنمية الريف المصري اللي هو حياة كريمة. احنا كنا بدأنا الحقيقة على يعني حجم محدود من خلال 375 قرية في 2018-2019، ده كانت مستهدفة 4.5 مليون مواطن. ده طبعا ساعد بشكل كبير جدا في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، سواء كان خدمات الصرف الصحي، المياه النظيفة، المساكن، وحدات صحية، تقليل كثافة الفصول، ولكن طبعا ده كان على مستوى 4.5 مليون مواطن وفي 375 قرية فقط. الثلاث أعوام القادمة وفقا للتكليف الرئاسي هيبقى في مبادرة قومية حضرتك سمعتوا عليها، وهي إطلاق هذه الخدمات، التوسع في هذه الخدمات بحيث يتم توجيه هذه الخدمات إلى 4500 قرية بيعيش فيها نصف سكان مصر على مدار ثلاث أعوام، بحيث أن احنا بنحول هذه التجمعات الريفية إلى تجمعات ريفية مستدامة. هيتم ضخ أكثر من 550 مليار جنيه، وده طبعا بيعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة اللي هي أحد ركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. احنا قيمنا الحقيقة المبادرة في السنتين الماضيتين، على الرغم ان هي كان حجمها لا يقارن بالحجم المستهدف خلال الثلاث أعوام القادمة، ولكن المبادرة حققت الحقيقة مؤشرات إيجابية، سواء كان في تحسين مستوى الخدمات أو في تقليل معدلات الفقر على مستوى المحافظات اللي أطلقنا فيها هذه المبادرة. وتكلل هذا النجاح مؤخراً بإطلاق هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية الـ SDG Good Practices على منصة الأمم المتحدة، ولكونها مبادرة محددة قابلة للقياس لها نطاق زمني محدد وتتلاقى مع كافة مع 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. أيضا إحنا بنستكمل هذه الجهود طبعا من خلال عملية التوطين، بحيث إن إحنا بنحقق الانكلوسيف جروث ولتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات. فإحنا أيضا أطلقنا الاندكس أو المؤشر الخاص بتنافسية المحافظات، يعني هننتهي منه قريبا، نشتغل فيه أيضا مع مركز معلومات مجلس الوزراء، مع مركز الوطني للتنافسية، ومع المحافظات المختلفة، وده هيكون أيضا أحد المؤشرات الهامة جدا اللي بنعتمد عليها في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة، وبحيث إن احنا بنزود استثماراتنا في القطاعات الواعدة. الحاجة الأخرى في ضوء اهتمام أيضا في عملية البيلدينج النيو نورم أو الريبيلد جرين، طبعا يعني هنا أستاذنا الدكتور حسين معانا، وهو يعني من أهم العناصر الفاعلة في الجرين إيكونومي وفي السستينبل إيكونومي. إحنا أيضا أطلقنا التمويل المستدام، وإن إحنا الانفايرمنتال كود أو الجايد لاينز الخاصة بالتمويل المستدام للتماشي مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، بحيث إن إحنا مع وزارة البيئة عندنا جايد لاينز النهاردة أقرها مجلس الوزراء عشان الحكومة تتبنى استراتيجية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. إحنا النهاردة في الخطة الدولة والاستثمارات الدولة إحنا بنتكلم على 15% من مشروعاتنا تتبنى مبادئ الاقتصاد الأخضر، بنتكلم على 30% في خطة العام المالي القادم، بنستهدف أن احنا نصل إلى 50% في الثلاث أو الأربع الأعوام القادمة. وفي النهاردة حديث
مع القطاع الخاص، مع شباب رجال الاعمال، عشان تدرج هذه الجايد لاينز او هذه المبادئ ضمن مشروعات تبقى ناشونال جايد لاينز على المستوى القومي. يعني مش عايزه اطول على حضراتكم، ولكن في الختام احب ان انا اؤكد على جهود الدوله المصريه بتاتي في ادراك كامل ان التحدي الناجم عن فيروس كورونا ده طبعا تحدي غير مسبوق، ولكن بفضل تكاتف كل مؤسسات الدولة، الحكومة، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، يعني احنا كلنا بنعمل على نخلق من هذه التحديات فرص واعدة للعمل والتنمية في المستقبل. طبعا من ضمن التحديات اللي احنا بنواجهها زيادة معدلات النمو السكاني، ويعني ده بيزيد من صعوبة كل المشكلات اللي احنا بنواجهها، ولكن الدولة بتعمل على إدارة هذه القضية من خلال محورين مهمين جدا. المحور الأول هو الارتقاء بالخصائص السكانية زي التعليم والصحة والتدريب، بحيث ان احنا يعني بنرتقي بالخصائص السكان، وفي نفس الوقت ضبط معدلات النمو السكاني من خلال خطة قومية لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تتماشى مع خطة تنمية الريف المصري، وحزم مختلفة من برامج رفع القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر. بالنهاية بأكرر شكري إلى الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ولكافة القائمين من الزملاء والزميلات من المكتبة على تنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث، وبشكر جميع الزملاء المشاركين في هذه الندوة، دكتورة ندى، دكتور حسين أباظة، والأستاذ أسامة الجوهري. أشكركم جميعا. بشكر حضرتك معالي الوزيرة، وبنتهز الفرصة دي وبحيي حضرتك بمناسبة يوم المرأة المصرية اللي بنحتفل بيه غدا 16 مارس، وإن شاء الله يكون للمكتبة يعني كونتريبيوشن كبير في هذا الأمر بكرة. فبشكر حضرتك مرة تانية، حضرتك شرفتينا ودايما بتشرفينا، وشاكرة جدا لحضرتك. شكرا. الآن أكرر شكري لمعالي السفيرة ندى العجيزي لقبولها دعوتنا لإدارة هذه الندوة، وبترك لها المجال إنها تدير الندوة والحوار. معالي الوزيرة تفضلي. شكرا دكتورة مروة، شكرا. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بخالص الشكر لمعالي الدكتور مصطفى الفقي على دعوته الكريمة لي لإدارة هذه الندوة الهامة مع نخبة متميزة من أهم خبراء التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كما أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لمعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد على كلمتها الافتتاحية الهامة والشاملة، والتي ألقت الضوء على جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية في ظل هذا الوباء وتداعياته، وجهود الحكومة التي مكنت مصر من تحقيق معدلات اقتصادية أو تنموية إيجابية في ظل هذه الجائحة. السيدات والسادة الحضور الكرام، تمر أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 بلحظة تاريخية فارقة، وعلى الرغم من صعوبة تحديد مدى التبعات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الحكومات تتسابق حاليا في محاولتها للسيطرة على انتشار الوباء ومحاولة تقليل تداعيات ارتفاع البطالة وانكماش الاقتصاد. إلا أنه لا يمكن للعالم أن يتجاهل الإثارة طويلة المدى المحتملة لتلك الأزمة، خاصة احتمالية تعويق مسار التنمية المستدامة لتحقيق أجندة 2030 بوعدها ألا يتخلف عن الربط أحد. وقد أشارت التقارير الدولية إلى الخطورة الاستثنائية التي تمثلها الأزمة الحالية على مسار التنمية المستدامة، حيث أنه بالرغم من مرور العالم بأزمات متعددة خلال 30 عاماً الماضية، والتي كانت لها تأثيراتها السلبية على التنمية البشرية، إلا أنه استمر من عام إلى آخر. الآن التراجع كنتيجة لهذا الفيروس وضربته ثلاثية لكل من الصحة والتعليم والدخل. كما تعطل أيضاً الإطلاق الأخير لعقد العمل والإنجاز الذي يسعى إلى تسريع تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بسبب الجائحة. تؤثرت هذه الأزمة الصحية العالمية على جميع الدول، وتحول التركيز الآن بالكامل نحو اتخاذ إجراءات عاجلة
لإنقاذ الأرواح وإصلاح سبل العيش وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كورونا. وفيما يخص الدول العربية، يأتي وباء فيروس كورونا المستجد في نهاية شهر شهد خلال العديد من المنطقة أزمات غير مسبوقة من نزاعات وحروب وعدم استقرار سياسي وتحديات أمنية وانكماش اقتصادي، مما جعل هذه الدول في وضع أكثر سوءاً فيما يخص استعدادها لمواجهة هذه الأزمة، مما يضاعف من التحديات التي تواجهها ويعوق قدرتها على استكمال مسار التنمية. وحتى الدول العربية التي نجت من أزمات عدم الاستقرار السياسي في العقد الثاني من القرن 21 والتي استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في مسار التنمية المستدامة، فإنها معرضة الآن لآثار وخيمة للجائحة، خاصة فيما يرتبط بأولويات التنمية والضغط على مواردها، بالإضافة للتأثير السلبي للجائحة على تلك الموارد نتيجة لاعتماد هذه الدول على التجارة الدولية واندماجها في الاقتصاد العالمي. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد أدت الأزمة إلى فتح ملفات كثيرة على الصعيد العالمي، إذ انكشفت نقاط ضعف خطيرة في تركيبة الاقتصاد الدولي ومنظومة العولمة، وأهمية القدرة الطبية والصحية في مواجهة مثل هذه الأزمات، حيث يسعى عدد كبير من الدول بما فيها الدول الكبرى إلى مراجعة سياساتها وتوجهاتها الاقتصادية بهدف تعزيز أمنها الغذائي والصحي والدوائي في حالة التعرض للأزمات الكبرى والمفاجئة كأزمة هذا الوباء. لا شك أن المنطقة العربية أحوج ما تكون إلى هذا النوع من التفكير المستقبلي وإلى استخلاص الدروس والعبر ومعالجة نقاط الانكشاف والضعف. إن الأمن الصحي والغذائي يعد من أهم الملفات التي تستلزم معالجة عميقة في إطار العمل العربي المشترك وتبادل أفضل الممارسات والخبرات. فمنطقتنا العربية لا تزال تعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم، ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد في ارتفاع مستمر. وتم الدول العربية وبسبب انتشار الصراعات تعاني من أزمات إنسانية مستفحلة. ولا شك أن هذه الأوضاع تفرض علينا جميعاً العمل بصورة حثيثة من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات العربية في المجالات الغذائية والدوائية إلى غير ذلك من أوجه التكامل الاقتصادي، خاصة في ظل ظروف هذه الأزمة. السيدات والسادة، إن جامعة الدول العربية لم تكن بعيدة بأي حال من الأحوال عن هذه الأزمة غير المسبوقة، وكان الهدف الرئيسي هو إيجاد استجابة جماعية للأزمة. ومن هنا فقد أطلقت الجامعة العربية عدة مبادرات استجاب لها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأصدر بياناً هاماً خلال عام 2020 يتناول كيفية مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 في الدول العربية. وخرج بعدد من التوصيات ربما كان من أهمها إنشاء مرصد عربي لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات، وهو موضوع هام من أجل الارتقاء بأدائنا والحفاظ على مجتمعاتنا في المستقبل. كذلك قامت اللجنة العربية للتنمية المستدامة على مستوى كبار المسؤولين بوضع الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وطبعا نتشرف بأن الدكتور حسين أباظة هو من أشرف على هذه الوثيقة الهامة في نسختيها الأولى والثانية. هذا الإطار الاسترشادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو وثيقة شاملة تحتوي على تحديات وأولويات التنمية في المنطقة العربية والسيناريوهات المختلفة لمستقبل المنطقة، وكذلك المبادرات العربية المشتركة لتحقيق التنمية وآليات التشاور والتنسيق لمتابعة تنفيذ الخطة الأممية. حيث أن الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة هو دعم مجهودات الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد الاستراتيجيات أو موائمة الاستراتيجيات الحالية لدول المنطقة، مع ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة الخطط والبرامج والمشاريع لاتخاذ القرارات المناسبة. واللجنة الآن بصدد وضع ملحق لهذا الإطار يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال فريق فني معني بذلك. السيدات والسادة، نظراً لأهمية موضوع تمويل التنمية في المنطقة العربية، فقد كلفت اللجنة العربية للتنمية المستدامة الأمانة العامة بإعداد تصور حول إنشاء آلية إقليمية للتمويل المستدام،
وبعد التشاور مع كل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص بتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محي الدين وعدد من منظمات الأمم المتحدة، عدت الإدارة تصوراً حول عملية تمويل التنمية في الدول العربية، حيث سيتم العمل على 3 أهداف رئيسية، هي إصدار تقرير تمويل التنمية المستدامة الوطني، وهو عبارة عن تقرير تشخيصي وطني معني بحالة تمويل التنمية المستدامة في عدد من الدول العربية، ثم إصدار تقرير عربي حول حالة التنمية أو تمويل التنمية في الدول العربية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقارير تمويل التنمية المستدامة الوطنية لعدة دول، ثم أخيراً النظر في إنشاء آلية إقليمية عربية للتمويل المستدام بناءً على ما يخرج من هذه التقارير الوطنية والتقرير العربي الموحد. أخيراً وليس آخراً، فإنه في ضوء تحليل الوضع الراهن لحالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، فقد دق التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 ناقوس الخطر، منذراً بأن المنطقة بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأن الوضع كان كذلك قبل بداية أزمة كوفيد-19. أشار التقرير إلى أنه أصبح من الضروري إحداث تغييرات جذرية على مستوى جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، وألقى الضوء على الأثار المتفاقمة للصراع والاحتلال، وحدد عدداً من الحواجز الهيكلية الكبيرة التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 في المنطقة العربية. وفي هذا الصدد تأتي هذه الندوة الافتراضية لتطرح أسئلة ضرورية وتبحث عن إجابات مبتكرة لضمان مساندة أكثر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا. لذا دعونا نبدأ مباشرة بالأستاذ أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ليحدثنا عن معوقات تحقيق التنمية المستدامة بسبب جائحة كورونا. أستاذ أسامة الجوهري، شكرا جزيلا لحضرتك. وفي البداية أنا طبعا بتقدم بالشكر لمعالي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية على الندوة وعلى دعوة مركز المعلومات للمشاركة فيها، كما أتقدم بكل التقدير لمعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضرتك طبعا يا سيادة السفيرة، وكذلك الدكتور حسين أباظة استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. لو حضراتكم أذنتوا لي أنا عملت بريزنتيشن صغير كده هستعرضه سريعا، يبقى هو ده الأساس اللي أنا أتكلم عليه. أنا بس بعمل شير مع سيادتكم أهو. في البداية طبعاً اليوم هو أحد الشواغل المثارة عالمياً، وخاصة بعد الإعصار اللي أصاب دول العالم بانتشار جائحة كوفيد، واللي تبعتها حتى الآن يمكن لازالت محل جدل بين أوساط الاقتصاديين. فحتى الآن مفيش اتفاق على موعد انتهاء هذه الجائحة وتقدير حقيقي لحجم الخسائر اللي خلفتها حتى الآن. وفي بداية العرض أنا الصراحة عايز أرجع سريعاً إلى عام 2015. هذا العام كان مختلف، كان شهد حالة من الاهتمام بالإنسانية والأرض، فكان في حالة زخم دولي، وأطلق فيه 4 مبادرات في عام واحد كلها تدل بأن صانع السياسات وصانع القرار في هذا التوقيت كانوا يدركوا أهمية التكاتف الدولي. فمثلا تم إطلاق زعماء العالم توحدوا في حشد تاريخي في باريس ضد الإرهاب في يناير 2015. بعد كده تم إطلاق إطار سندي للحد من مخاطر الكوارث في مارس 2015. بعد كده تبنت 197 دولة اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر 2015، وتوجت هذه الجهود بإطلاق أهداف التنمية المستدامة اللي كان الغرض الرئيسي منها هو توفير حياة مستقرة ومزدهرة لكل شخص، وأيضا تضمن صحة الكوكب. عندما أطلق هذا الموضوع ما كانش الإطلاق عادي، يعني إحنا كنا بنراه في كل حتة، كنا بنشوفه في المدارس، الولاد بينزلوا كامبينز بيشيدوا بيه، كنا بنشوفه الكباري معلقة في الدول الأوروبية، كنا بنشوفه في المطارات، في كل دولة بنخشها بنلاقي الأهداف التنمية المستدامة قدامنا. وكانت الأهداف المعلنة لكل الناس هي إن الناس، الكوكب، الرخاء، السلام، المشاركة، هي دي أساس التنمية المستدامة، واللي ترجمت في 17 هدف استراتيجي اللي طبعا سيادتكم عارفينها، واللي يمكن منهم من هو واضح وله هدف محدد زي القضاء على الفقر،
ومنهم من اللي هو يقبل عدة تفسيرات زي عقد شراكات أو السلام أو العدل، كلها حاجات بيبقى محتاجة تفسير أكتر من تفسير. ولكن الميزة اللي كانت موجودة في الحقيقة إن كل هذه الأهداف كانت بسيطة، يستطيع كل سكان الأرض إن هم يفهموها. وده اللي ترجمه يمكن المقولة اللي قالها الأستاذ كوفي عنان، إنه التحدي الأكبر في هذا القرن الجديد في تبني فكرة تبدو مبسطة وتحويلها إلى حقيقة لجميع سكان العالم. هذا الزخم وهذا المومنتم اللي كنا شغالين فيه يمكن اختلف شوية في عام 2019 وحتى قبل الجائحة. يعني بدأنا نلاقي أن وتيرة الحماس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بتختلف، ودوت ظهر مثلاً من تصريحات الأمين العام بأن لدينا تحديات خطيرة ومخاطر، وقال أن النمو غير متساوي وأن في ارتفاعات في مستويات الديون وأن احتمال حدوث تقلبات مالية، وبدأ يشكك من مدى القدرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. بدأ الدول تعلن أن هي لن تستطيع أن تحقق التنمية المستدامة، يعني يمكن المملكة المتحدة أعلنت صراحة أنها لن تستطيع أن تحقق أي من أهداف التنمية المستدامة، ويمكن الدولة الأوروبية الوحيدة اللي كانت قادرة أن هي تحقق أعلى حاجة كانت ساعتها السويد، وكانت المستهدف أن هي تحقق 4 أهداف من 17 هدف اللي كان مزمع تنفيذهم. وبدأنا برضو نسمع أن في أهداف لن تتحقق على كافة دول العالم، زي مثلا مساواة بين الفرنسيين، وأن هي بعيدة جدا عن التنفيذ، وكانت السويد رغم أن هي الأفضل أداء، لكن هنلاقي أنه برضو في منطقة زي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان في هناك اتفاق على أن الفقر والجوع والصحة كانت دي كلها أهداف بدأ يحصل فيها ضعف في الأداء، بالإضافة إلى أنه بدأت حاجة زي القضاء على الجوع والعمل المناخي تعتبر تحديات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وطبعا كان في تحسن بسبب الجهود الكبيرة اللي كانت بتتم في بعض من الدول في المنطقة في ما يتعلق بالمياه النظيفة وطاقة نظيفة بأسعار معقولة. يعني هو ده كان شكلنا في مصر. احنا الحمد لله كنا بنتحرك على أهداف التنمية المستدامة، ولكن كان عندنا 7 تحديات في بعض الأهداف، من ضمنها زي القضاء على الجوع والمساواة بين الجنسين والصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة. لما جت كورونا بدأ يحصل تبدل في الحال بشكل كبير، وأنا هستعرض هدف واحد فقط من الأهداف عشان نبدأ نشوف مع بعض إزاي بدأت الرؤية بتختلف بشكل كبير بعد كورونا. يعني مثلا هنتكلم عن الفقر، وهنا لما بتكلم عن الفقر أنا عايز أتكلم عليه من 4 زوايا. هو إحنا كنا مخططين قبل الجائحة نطلع تحت الخط الفقر قد إيه، نطلع كم واحد دولية، مين اللي كان فوق خط الفقر ونزل نتيجة الجائحة، حجم التمويل اللي مطلوب عالميا للقضاء على الفقر قد إيه، وإيه هي الفئة الأكثر تضررا من التدهور هذا الهدف بشكل عام. احنا في الحقيقة قبل ما نبدأ نتكلم عن الفقر لازم نعرف ان معدلات النمو اللي كانت موجودة في الصين اللي كانت موجودة في الهند أدت الى انخفاض عدد الاشخاص اللي بيعيشوا تحت خط الفقر بحوالي 1 مليار شخص، وكان المفروض المستهدف وفقا للخطة اللي كانت موضوع الاهداف التنمية المستدامة ان يوصل معدلات الفقر حتى الان الى 6%. لما نيجي نبص على الشارت ده هنوضح لنا ان هو تحت 3 حاجات رئيسية. 1، ان العالم كان ناجح جدا في مواجهة الفقر المدقع، يعني هنلاقي ان معدل السنوي لانخفاض معدلات الفقر كان دائما افضل، ان كان مع كل ازمة اقتصادية بيحدث ارتفاعات في معدلات الفقر، ودوت يمكن اللي باين سنة 97-98 بعد كده كورونا، وبعد كده ان كورونا وتأثيرها كانت هي الاكبر واكبر معدلات فقر حصلت تقريبا في مدار ال20 سنة. فهنلاقي انه للمرة الاولى منذ 20 سنة المرجح انه كان هيرتفع عدد السكان اللي هينزلوا تحت خط الفقر المدقع من 88 مليون الى 93 مليون نسمة، بالاضافة الى ان في 31 مليون كانوا فوق خط الفقر هينزلوا، وبالتالي حجم على مستوى العالم حجم التأثير ممكن يوصل إلى حوالي 124 مليون نسمة هيخشوا تحت خط الفقر المدقع نتيجة أحداث كورونا. لما نعمل مقارنة قبل الجائحة وبعد الجائحة هيبدلنا في إن هنا مثلا سنة 2030 كان المفترض رغم إن إحنا ماشيين كانت الجهود الحالية قبل الجائحة كانت هتوصلنا لـ 6.3%، أما بعد الجائحة فإحنا متوقعين إن نسبة الفقر هتوصل لـ 7%. ويمكن دي الدراسة اللي كانت أعلنت من بروكينز
في أكتوبر 2020 واللي تناولت المعدلات الفقر في ضوء أداء الحكومات في الشكل الحالي. أما بالنسبة للتمويل فارتفع حجم الفجوة التمويل، بدل ما كانت هي حوالي في حدود 90 مليار دولار أصبحت 100 مليار دولار، وأصبح الفئة الأكثر تأثرا هي الأطفال. الأطفال هي أكثر فئة ستتأثر من هذا من هذه الجائحة، وأعربت عن دواء طبعا يونيسيف بشكل سريع صريح لما قالت إنها أزمة عالمية، ولكن بالنسبة لبعض الأطفال سوف يمتد تأثيرها مدى الحياة. هنلاقي إنه تقريبا في 150 مليون طفل إضافي هيخشوا تحت خط الفقر بمناسبة بسبب هذه الجائحة. فإحنا عندنا مليار واتنين من عشرة طفل هيضاف عليهم مليار وخمسين وفقا لتقديرات اليونيسيف. وفي نفس الوقت نسبة الأطفال اللي هيعيشوا بدل ما كانت 47% اللي عايشين في الفقر المدقع أصبحت 56% بعد الجائحة. ده بالإضافة طبعا تأثير كبير بسبب إغلاق المدارس. احنا عارفين طبعا 188 دولة على مستوى العالم قفلت مدارسها، يمكن اللي تأثروا مليار و600 تأثروا بإغلاق المدارس حتى الآن. ده غير إغلاق المدارس، فإن التعلم عن البعد ذات نفسه هلاقي إن في 30% من أجمالي أطفال المدارس على مستوى العالم مش عارفين يوصلوا إلى اللي هم يتعلموا عن بعد. وهذا الشرط بيوضح توزيع مدى إمكانية الاستفادة من برامج التعليم عن بعد أو البث الإذاعي على مستوى دول العالم والمناطق المختلفة. طبعا هنلاقي إن أفريقيا دايما عندهم ما عندهمش قدرة إن هم يوصلوا إلى الخدمات الخاصة بتعلم عن بعد. مش بس كده، في تأثر في حجم الواجبات المدرسية، حوالي 370 طفل هيفقدوا الواجبات المدرسية. في الرعاية الصحية بدأت برضو تتأثر بشكل كبير، فلم يتمكن حوالي 80 مليون طفل من ان هم ياخدوا اللقاحات بتاعتهم الخاصة بيهم في اوقاتها، اللي عنده سنة او عنده سنتين ما قدرش ان هو ينتقل ياخد هذا اللقاح. بالإضافة الى انه في حوالي 7 مليون طفل دون سن الخامسة ممكن يصابوا بمرض زي الهزال خلال ال 12 شهر بسبب تدهور جودة الغذاء. وفي حوالي 132 مليون يعانون من الجوع في 2020، منهم 44 مليون شخص من بينهم أطفال. طبعا الصور ديت كلها وهذه التقديرات منشورة وفقا لدراسات حديثة من اليونيسيف اللي بدأت توضح حجم تأثر الأطفال تحديدا من الجائحة بشكل عام. ايضا تاثر الغذاء، يعني هنلاقي دوله عربيه زي لبنان مثلا قالوا انه في مخاوف من عدم وجود ما يكفي من الغذاء بعد ما كانت 31% اصبحت النهارده 50%. طيب النتائج لماذا تخبرنا اهداف التنميه المستدامه بشكل عام، وايه هي احدث التقييمات؟ حتى الان لما ننظر الى اهداف التنميه المستدامه بشكل عام هنلاقي ان في خمس اهداف تاثروا بشده. هذه الاهداف هي القضاء على الفقر والقضاء على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والحد من أوجه عدم المساواة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد. وفي 8 أهداف حتى الآن التقديرات هل لازال في اختلاف في مدى التقديرات بتاعتها زي ما هي واضحة لحضراتكم، وفي 4 أهداف حتى الآن غير واضح بالنسبة لهم مدى الأثر في تأثير الجائحة بالنسبة لهم هيبقى قد إيه. في عام 2021 هل السؤال اللي بيطرح نفسه، هل يستطيع العالم انه يعيد حالة الزخم اللي كانت موجودة قبل كده؟ هل يستطيع صناع القرار انهم يتحد ويتفقوا من اجل اهداف التنمية المستدامة؟ هذا السؤال طبعا له تقديرات مختلفة، ولكن خلينا نقول انه اي صانع قرار على مستوى العالم حاليا بيواجه 5 تحديات رئيسية في اي دولة على مستوى العالم. هو عنده عدد مصابين بفيروس كوفيد ترتفع، عنده تدهور في الأداء الاقتصادي، وزي ما الدكتورة هالة السعيد استعرضت تحديدا كيف تأثر الاقتصاد العالمي بمؤشراته المختلفة سواء كانت سياحة سواء كانت تجارة دولية، كل ده متأثر. عنده ارتفاعات في الدين الخارجي غير مسبوقة، وفي نفس الوقت عنده ظاهرة تغير مناخي والتراجع في منظومة المؤسسات الدولية والتعاون. فدولت 5 تحديات رئيسية بتواجه أي صانع قرار على مستوى العالم. وقدرت الـ OECD زي ما استعرضت الدكتورة هالة السعيد بأنه قيمة العجز الإضافي نتيجة الجائحة
1.7 تريليون دولار. يعني احنا كان عندنا اصلا عجز 2.5 تريليون، اضاف عليه 1.7 تريليون. فاحنا النهارده عشان نحقق هذه الاهداف نحتاج الى دراسه الحاليه حوالي 4.2 تريليون دولار، وده طبعا رقم كبير جدا. بالاضافه الى التحديات اللي بتواجه اي صانع قرار على مستوى العالم، فهناك تحديات اضافيه للدول الناميه، لان الدول الناميه النهارده بتواجه تحديات اكبر. اي حد في الدول الناميه عنده منهك، موازناته منهكه الى حد كبير، وما قدرش انه ينفق الا 1% كحزم تحفيزيه من اجمالي الناتج القومي، ويمكن مصر تميزت بان هي صرفت حوالي 2% بالمقارنه بدول كتير. عندنا اعباء ديون وضعف تصنيف، ما بنقدرش نقترض زي الدول المتقدمه، وده بيحط عبء كبير على صانع السياسه. عندنا معدلات نمو منخفضه، معناها تراجع اقتصادي وبالتالي تزايد في اعداد البطاله، ودي بتعتبر مشكله بالنسبه للدول الناميه تحديدا. والنقطة الأخيرة إن كل ما ده بيؤثر علينا، كل ما بيتزايد الفجوة في الدخول بين الدول المتقدمة والنامية. يوم عن يوم بسبب تأثيرات الجائحة بيحصل بعد أكتر عن إن يبقى فيه مساواة في الدخول. ويمكن الـ OECD في دراستها قالت إن فجوة التمويل حتى للتدبير التعافي مقارنة بالاقتصاد المتقدم حوالي تريليون دولار، وده رقم كبير جدا طبعا. طيب إحنا هنعمل إيه؟ في دراسه الصراحه اعلنت في من اليو ان دي بي، كان اتكلم على ان نحن امام 4 سيناريوهات او 3 سيناريوهات تحديدا خلال الفتره اللي جايه هيكونوا بيتم بناء عليهم تحديد كيف سيتم التعامل في كورونا. سيناريو لو كوفيد مرت بشكل معتدل، سيناريو ان كوفيد طولت معانا بشكل اكبر من كده، وسيناريو ان احنا بدأنا نضخ اموال في تعزيز اهداف التنمية المستدامة، وبدأت تعمل تقديرات على مسار الاقتصاد ومسار تحقيق الاهداف. فنلاقينا مثلا ان السيناريو الكوفيد المعتدل هيحصل تأثير بشكل مؤقت في حجم الناتج المحلي وتم تقديره، بعد كده الاقتصاد العالمي هيبدأ يتحسن. اما في الاشد ضررا، فزي ما حضرتكم شايفين هتلاقوا ان الارقام بتاعة تدهور الاقتصاد هتبقى اكبر. والسيناريو الأخير اللي هو دفع جهود إحراز التنمية المستدامة من خلال صناع القرار يتحد ويتوحد ويبدأوا يضخوا أموال في هذا الموضوع، هنلاقي أنه لابد من ضخ أموال في الحوكمة وفي الحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر والتسارع الرقمي والابتكار. وتم تقدير الثلاث سيناريوهات مثلا على مستوى الفور. لو استمرينا على السيناريو 2، احنا بنتكلم في حوالي 44 مليون مواطن هيخشوا في 2030. السيناريو الثالث اللي هو الأشد ضرر 251 مليون. أما في السيناريو الرابع فإحنا ممكن ننقص معدلات الفقر بحوالي 102 مليون واحد، ودوت طبعا المستهدف عالميا. وبالنسبة ل2050 تم وضع تقديرات، ويمكن اللي بيبان في السيناريو الرابع بأن لو تم دفع الأهداف التنمية المستدامة هننقص معدلات الفقر بحوالي 283 مليون حد. الطريق للمستقبل في دروس مستفادة العالم كله استفادها من هذا الموضوع، هي إن ممكن يحصل تغيير، وإن اللي بنصنع الفوضى بأنفسنا من خلال عدم الاهتمام بالصحة والسلام البيئية، بإن هذا وقت ممكن يتم فيه تعبئة الجهود والتدريب على إزاي هنواجه الفترة الجاية. وأخيراً إنه لا يمكن تجاوز هذه الأزمة إلا من خلال تضافر لكافة الجهود المختلفة على مستوى العالم، وخاصة لما تكون بمثل حجم جائحة كورونا. أنا بشكر سيادتكم على هذا العرض، وأرجو أني ما كنش أطلت عليكم. أنا كان الغرض إن أنا أستعرض أكبر قدر ممكن من الأرقام والدراسات الحديثة اللي نشرت في موضوع الجائحة. شكراً لحضراتكم. شكرا سيد أسامة الجرحي. شكرا سيد أسامة الجوهري. انا حاسة في تشويش في الصوت، هل الصوت مسموع؟ يا فندم اتفضلي. بشكر حضرتك على هذا العرض الوافي، وبننتقل دلوقتي للمحاضرة الثانية. معنا الدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، هيحدثنا عن دور الأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا. دكتور،
صوت مسموع كده؟ تمام، شكرا سيادة السفيرة. طبعا أول زي بدء خليني أتقدم بخالص الشكر للدكتور مصطفى فقية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى طبعا العين على هذه الندوة الافتراضية، وعلى جميع الخدمة. هو طبعا الدكتورة هالة السعيد قدمت عرض مستفيض الحقيقة على المشهد العالم بيواجهها نتيجة كورونا، وباء كورونا البانديميك، والتحديات اللي بتواجهها مصر والإنجازات اللي حققتها مصر في ظل هذه الجائحة، اللي هي الحقيقة ممكن نعتبر ان ده يعني تميز في الريسبونس او الاستجابة لهذه الجائحة. احنا طبعا مش هتطرق طبعا للمشاكل اللي احنا كلنا بنعانيها، بس اللي انا احب اركز عليه هنا بالإضافة الى دور الفئات المختلفة، يعني احنا وده تم الإشارة إليه الحقيقة معالي الدكتورة هالة السعيد في نهاية عرضها، أكدت على دور كافة فئات المجتمع. مش هينفع الدولة لوحدها تواجه هذه الكارثة أو أي كارثة، سواء كانت صحية أو بيئية أو اقتصادية، إنما إحنا بنتكلم على تضافر كافة جهود المجتمع. فبنتكلم إحنا على دور الحكومة، وطبعا الجائحة دي أكدت على أهمية دور الحكومات بصفة عامة، خاصة في مصر، إنما بصفة عامة أكدت دور الحكومات على مستوى العالم في مواجهة أزمة زي أزمة كورونا. نتكلم على دور القطاع الخاص، المجتمع المدني، دور المرأة، الشباب، كافة جهات أو الفئات المختلفة للمجتمع لازم تتضافر وتبقى مكملة لبعضها في مواجهة أي مشاكل أو أي عملية تنموية. طيب، سمعنا في المحاضرة الأخيرة، المحاضرة الحقيقة العرض كان برضو متميز، وضح بالضبط إيه المعوقات وإيه المشاكل اللي إحنا بنواجهها. أنا أحب أركز على طب هنعمل إيه؟ يعني إحنا هنعمل إيه بالإضافة طبعا على دور مختلف الفئات المجتمع. كيف تواجه دولة زي مصر هذه الجائحة أو هذا التحدي، اللي طبعا وضح بصورة جلية طرد البعد الصحي والبيئي بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، وده اللي احنا يعني ما هي دي 3 dimensions of sustainable development، او الثلاث اضلاع او ابعاد للتنمية المستدامة. وده الحقيقة الاوبورتيونيتي او الفرصة السانحة للعالم كله، ازاي النهاردة من خلال هذه الأزمة ان احنا نجدها او ننظر اليها كاوبورتونيتي او فرصه لاننا نتعامل وننطلق الى اقتصادات يعني مختلفه احنا ما كانش هيبقى فيه على سبيل المثال. وده طبعا اكدته الجائحه، يعني اصابت في معظم الاحيان الطبقات الفقيره والطبقات المتوسطه والدول النامية اللي هي ما عندهاش المقدرة ولا للبحث العلمي ولا لمواجهة أو للصمود لكارثة زي كارثة كورونا. فإحنا بنتكلم على social justice، عدالة اجتماعية، بنتكلم طبعا climate justice برضو، عشان إحنا هنتكلم هنا على مش هنقدر نعزل الأبعاد البيئية اللي هي أساس الحقيقة الكارثة اللي احنا فيها. يعني هو النهاردة الخلل اللي حصل في العالم، الخلل البيئي اللي حصل في العالم نتيجة الأنماط الإنتاج والاستهلاك الغير مستدام، فعمل خلل في التوازن ونتج عنه الأثار الصحية والأثار البيئية اللي احنا بنواجهها. طيب احنا في مصر المفروض هنعمل ايه؟ المفروض نركز فيه. احنا المفروض بنتكلم على knowledge based economy، مجتمع قائم على المعرفة، قائم على المعرفة والبحث العلمي والتعليم والريسيرش. ده أساس، يعني ده أساس مش بس في مصر، ده في كافة فئات العالم، دول العالم. بنركز على knowledge based economy أو مجتمع اقتصاد معرفة. نتكلم على innovation برضو، تركيز على الابتكار والإبداع. احنا بنتكلم على نمط تنموي مختلف عن الأنماط
المتبعة السائدة مش بس في مصر، نتكلم على مستوى العالم، نتكلم على الاستثمار في التكنولوجي، نتكلم على التركيز على المجالات أو الأنشطة الإنتاجية. طبعا احنا مهم جدا ان احنا نركز في الفترة اللي فاتت خاصة على البنية التحتية، ده أساسي، الفيزيكال انفراستراكشر ده أساسي أو ريكويرمنت أساسي لأي تنمية اقتصادية. إنما في نفس الوقت احنا عايزين نعمل تحول أساسي في الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية، سواء كان في مجالات الصناعة، الزراعة، السياحة وما إلى ذلك. طيب إيه التوجه اللي احنا بنتكلم عليه؟ احنا بنتكلم النهاردة وده تم الإشارة إليه، adopting أو اتباع منهجية اقتصاد أخضر، اتباع منهجية circular economy أو اقتصاد دائري أو دوار، بنتكلم على sharing economy. ما دي كلها آليات عشان نقدر نعمل هذا التحول اللي يعني لا سبيل سوى هذا التحول. مش يعني ما فيش يعني احنا بنتكلم على ايه، building back better، وده اصطلاح الحقيقة اللي هو بنبني أو بنعيد البناء بس بطريقة أفضل، بطريقة مختلفة. يعني البيزنس as usual زي ما بنقول، أو العودة إلى العمل التقليدي أو الأنماط التنموية التقليدية لم يعد الخيار إطلاقا. ما كانش الدول النهاردة هتبقى جادة في تحول جذري في أنماط التنمية اللي هي أنماط تنموية بتفصل ما بين التدهور البيئي، وطبعا ملاصق له أو مرتبط به التدهور في الصحة، الصحة العامة، والنمو الاقتصادي أو خلينا نقول التنمية الاقتصادية، بلاش كلمة النمو دي، نتكلم على التنمية الاقتصادية اللي هي بتحقق أهداف اجتماعية، بتخفض الفجوة أو بتقلل الفجوة ما بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة، بتدعم الطبقات اللي هي المهمشة والطبقات الفقيرة، تخلق فرص عمل جديدة ولائقة لمختلف فئات الشعب خاصة الفئات المعدمة. بنتكلم على منهجية بتركز على الparticipatory approach أو المشاركة المجتمعية الحقيقية. يعني النهاردة عشان يبقى في نوع من التمكين لكافة فئات المجتمع وتمكين المرأة وتمكين الشباب، لابد أن تتم عملية صياغة الخطط والبرامج والمشاريع بالتشاور وبالتعاون مع كافة فئات المجتمع. يعني لما نكون احنا مثلا على سبيل المثال بنستهدف أو نعمل على إنشاء مشروع معين أو إقامة مدن جديدة أو لطبقات معينة من الشعب، لابد أن يتم الأخذ والاعتبار الأهداف، مش بس أهداف، أولويات واحتياجات وأولويات هذه الفئات المختلفة من المجتمع. طيب وده طبعا بيشجع أن أنت بتعمل عملية empowerment أو عملية تمكين، وبالتالي بيبقوا داعمين لهذا التوجه أو هذا النشاط أو هذه الخطة، وبيؤكدوا أو بيعملوا على إنجاحها وليس العكس. طيب تكلمنا عن research and development، الاستثمار في البحث العلمي ده أساسي، وإحنا طبعا إحنا عارفين مدى اهتمام الدولة بهذا المجال، وضع الميزانيات الكافية للبحث العلمي الداعمة لمسار التنمية المستدامة وربطها بأهداف التنمية المستدامة. بنتكلم على تنويع مصادر الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة الإنتاجية المختلفة. إحنا النهاردة بنتكلم مثلا على سبيل المثال لما بنيجي نتكلم في مجال الزراعة، النهاردة التوجه العالمي ماشي في مسار ما يسمى بـ regenerative agriculture أو الزراعات اللي بتعمل على زيادة جودة المنتج النهائي من خلال الترشيد في استخدامات المياه، الترشيد في استخدامات الطاقة. بتتكلم النهاردة احنا بنتكلم برضو بالنسبة لمصر دعم الزراعة الحقلية، بنتكلم على الأنشطة. والحقيقة الجديد بالذكر هنا ان احنا بنلاقي ان في عودة الى الطبيعة
بصورة يعني نقدر نقول مباشرة وغير مباشرة في كافة الأنشطة، سواء كان في مجال الزراعة. النهاردة في مجال الزراعة على سبيل المثال بيتكلموا على أن إحنا نرجع تاني نمارس النشاط الزراعي بالطرق الكونفنشنال السابقة اللي كنا بنتبعها في زمان، يعني زي على سبيل المثال الزراعة العضوية، السماد العضوي، بنتكلم على الأجرو فورستري أو ما يسمى اصطلاحها شوية بالعربي صعب، إن هو اللي هي الحراجة الزراعية اللي هي أجرو فورستري، إن أنت تزرع شجر وتزرع محاصيل متزامنة مع بعضها. بيتكلموا على ضرورة إن أنت تستخدم محاصيل أو تستنبط محاصيل موفرة لاستخدامات المياه، مقاومة للتصحر، للسلينثي أو الملوحة في التربة. ففي النهاردة في عودة الحقيقة إلى الطبيعة أو استخدام الطبيعة اللي هي ما يسمى بالنيتشر بيس سولوشنز أو استخدام الحلول الطبيعية أو البيئية لتنمية أي قطاع أو أي نشاط من أنشطة، سواء كان في مجال الزراعة زي ما تم الإشارة إليه. وأنا أحب برضو في مجال الزراعة إن إحنا نتكلم على تنمية زراعية متكاملة في إطار تنمية ريفية. ما ينفعش طبعا تعمل زراعة لوحدها، وده الدولة النهاردة أولته اهتمام أو أولوية قصوى اللي هي تنمية القرى. فإحنا بنتكلم على تنمية القرى أو التنمية الزراعية في إطار تنمية ريفية متكاملة توفر فيها الانفراستراكشر، البنية التحتية، سواء كانت طرق، مواصلات، سكن، مباني سكنية، إنشاءات يعني خاصة بي، سواء كان مدارس، مستشفيات، توفير صحة، توفير خدمات تعليمية وثقافية، تبقى عملية جذب للاستثمارات الحقيقة، وجذب مرة تانية للسكان. يعني النهاردة الحقيقة القرى في الفترة اللي فاتت كانت طاردة للسكان، وكان في هجرة عالية جدا من القرية إلى المدينة، مما أثمر أو مما نتج عنه تدهور القطاع الزراعة، وطبعا كثافات سكانية وعشوائيات في المدن، وطبعا ضغط على الخدمات سواء كانت تعليمية، صحية أو مرافق. النهاردة حتى لما نيجي نبص في أوروبا أو أمريكا إيه اللي بيحصل، في ريفيرس ترند أو في نقدر نقول إيه، بقت في هجرة من المدينة لحد كبير إلى القرية. النهاردة بيشتغلوا فيرتشوال، بيشتغل من البيت، طب يقعد في المدينة ليه؟ طب ما النهاردة أرجع أنا القرية، هيبقى في سبيس أكتر، هتبقى أرخص، فهيبقى في يعني الأمور الصحية هتبقى أحسن، هيبقى في تباعد. فابتدى النهاردة يبقى في ريفيرس ترند أو هجرة عكسية تدريجيا من المدينة إلى القرية. النهاردة إحنا ما كانش هيبقى فيه أو طبعاً أي تنمية أو أي عملية تنموية نسميها زي ما نسميها تنمية مستدامة أو تنمية شاملة متكاملة أياً كانت، هي بتستهدف well-being للفرد أو تحسين جودة الحياة للمواطن، وبصورة inclusive أو بصورة شمولية. ما ينفعش يبقى طبقات معينة بس هي اللي هتستفيد، إحنا بنتكلم كيف يتم تحسين جودة الحياة لمختلف فئات الشعب. ما كانش ده هيتم في إطار من المحافظة على التنوع البيولوجي اللي هو الأساس الحقيقي لأي تنمية اقتصادية، ما كانش هيتم ده في إطار مواجهة التغيرات المناخية، ويبقى في عندنا ريزيلينس أو نقدر نقول مقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرتها بقى على الزراعة، على التجارة، على السياحة. ما كانش هيبقى إحنا عندنا توجهات نحو زي ما أشرت إلى الانوفيشن أو استثمار في التكنولوجيا الحديثة واستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنيو تكنولوجي انفيرمنتلي ساوند تكنولوجي أو التكنولوجيات الصديقة للبيئة لدعم التنمية. بنتوجه برضو زي ما أشرت إلى السيركولاريتي أو تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري أو
التشاركي زي ما تم الإشارة إليه، وكل ده طبعا مفروض بيتم فيه أو بيستهدف أو بينتج عنه خفض في معدلات الانبعاثات. يعني اللي احنا بنواجهه النهاردة ده زيادة معدلات التلوث، زيادة معدلات التصحر، زيادة معدلات الهدر أو التدهور البيولوجي، التغيرات المناخية، ما هو ده كله مرتبط ببعضه نتج عنه الحالة الصحية أو الأزمة الصحية أو الكرايسيس اللي احنا بنواجهها النهاردة. يعني فرصة ان احنا نعمل هذا التحول، وده التصور الحقيقة اللي معظم دول العالم النهاردة ماشية فيه. يعني النهاردة بيبني المدينة بيقول أنا ببني المدينة برضو متابع الكونسبت بتاع النيتشر بيست، ازاي ان انا اوظف الظروف الطبيعيه في مكان معين واوظفه بحيث ان هو يدعم الخط اللي احنا بنتكلم فيه، تقليل الانبعاثات، معدلات الانبعاثات. النهارده عدد من مدن العالم بما فيها مثلا كينيا، بما فيها نيويورك، بيزود المساحات الخضراء، عشان النهاردة أنت بتزود المساحات الخضراء معناها أن أنت بتمتص الانبعاثات، معناها أن أنت بتوفر environment أو بيئة ملائمة لحياة الإنسان، بيتعامل مع التغيرات المناخية وبيخفض من الأثار السلبية للأنشطة الإنتاجية المسببة في الانبعاثات. وده كله يعني النهاردة إزاي الصناعة يبقى تستخدم الرينيوبل انرجي مثلا في المجالات الصناعيه المختلفه، بحيث ان انت تقلل من الانبعاثات في كافه الانشطه. فده يعني طبعا زي ما قلت الحقيقه ان احنا بنتكلم على ان الازمه اللي احنا فيها رغم ان هي لها مساوئ وتم الاشاره اليها في المداخله السابقه الحقيقه واللي قبلها، ان اثار سلبيه كتير. فاحنا عارفين الاثار السلبيه اللي هي طبعا تراجع العولمه وانكماش الـ FDI او المعونه الدوليه وانكماش سلاسل الانتاج وتاثر سلاسل الانتاج، ما ده برضه له تبعات من ناحيه طب احنا هنعمل ايه في مجال الاستثمار في ظهر عندي البطاريه ابتدت في عندي لو باتري فعايز اشحن البطاريه والا هينقطع بينا الارسال. طيب فده الحقيقه بصوره موجزه دور البرايفت سيكتور انا اتكلمت فيه، دور ازاي نشجع القطاع الخاص ان هو يخش معانا في الاستثمارات، ازاي نشجع المجتمع المدني ان هو يدعم هذه الأنشطة المختلفة. البوليسي كوهيرنس الحقيقة نقطة مهمة جدا، اللي هي أولا التشريعات عندنا احنا عايزين يبقى في عملية ريفيو للتشريعات الحالية بحيث ما يبقاش في تضارب بينهم وبين بعض، يبقوا التشريعات في كوهيجن أو في انسجام بينهم وبين بعض، وفي نفس الوقت يبقى في توافق ما بين التشريعات وآليات السوق. ازاي النهارده الدوله تدعم، وده اللي بيحصل فعلا، تدعم التوجه نحو هذه الاستثمارات في كافه المجالات. احنا بنتكلم على الايكوتوريزم، السياحه البيئيه، بنتكلم زي ما اشرت على الزراعه العضويه او الزراعه المستدامه، بنتكلم على المدن الذكيه المستدامه، بنتكلم على مواصلات مستدامه. كل الحقيقه الانشطه دي، واللي احنا مصر الحقيقه خدت خطى كبيرة في هذا المجال، ان احنا نستمر في هذا التوجه، وده بيستدعي طبعا الاستثمار في الكفاءات، ده مهم جدا، والقدرات ونشر الوعي. ولابد من ان بصورة مبسطة نفهم كافة فئات المجتمع المصري الفوائد اللي بتعود على المواطن بصفة مباشرة، سواء كان صحيا او اجتماعيا أو اقتصادياً. أكتفي بهذا القدر، أن أضطر أجيب بس للشارجر عشان أشحن اللابتوب. أوكي؟ شكراً، بنشكر الدكتور حسين أباظة على هذه المداخلة الهامة، والحقيقة يعني كانوا مداخلتين من أهم، يعني فيهم نقاط مهمة جداً
احب ان انا الخصهم لحضراتكم قبل ما ناخد الاسئله اللي ارسلت لنا على طريق الفيسبوك. فدكتور اسامه الجوهري الحقيقه كلمنا على يعني ادانا فكره عن مرجعيه اهداف التنميه المستدامه، وان السويد حاليا هي في المرتبه الاولى عالميا من حيث انها ممكن تحقق 4 أهداف من اهداف التنميه المستدامه، وان ايضا اشار الى ان منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهدت تراجع وضعف ملحوظ في تحقيق الاهداف، وخاصه في الاهداف المتعلقه بالفقر والجوع والصحه والتعليم. وايضا حدثنا عن التحديات التي تواجهها مصر زي الصحه والتعليم والصناعه والابتكار، وايضا اشار الى انخفاض معدلات النمو خاصه فيما يتعلق بالفقر قبل جائحه كورونا، وان هذه المعدلات للاسف زادت بعد جائحه كورونا، وان كان جائحه كورونا كان لها تاثير على معدلات الفقر، يعني كان اكبر تاثير على مدى 20 سنة الماضيه، وما يعني ايضا خلفت هذه الجائحه من انهاك لموازنات الدول سواء دول العالم او الدول العربيه ومنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل خاص. وايضا حدثنا عن الدروس المستفاده من هذه الجائحه سواء على مستوى الامم المتحده من حيث يعني زيادة معدلات الفقر وأيضا ما التراجع في مجالات الصحة والتعليم، وحدثنا عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة، واللي كانت شهدت نوع من التوازن بين صحة المواطن وأيضا النمو والنشاط الاقتصادي، حيث ان احنا مصر يعني حققت معدل نمو 3.6% في العام الماضي. وايضا الدكتور اسامه اتكلم على ان احنا محتاجين مبادره قوميه خلال ال3 سنوات القادمه، واهميه تحويل المجتمعات الريفيه الى مجتمعات ريفيه مستدامه، وأيضا أهمية الارتقاء بالخصائص السكانية زي التعليم والصحة والتدريب اللي هترفع من قدرات المواطنين بشكل عام لمواجهة هذه الجائحة. بالنسبة للدكتور حسين أباظة فهو اتكلم معانا أيضا على فكرة أهمية اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي وأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية الابتكار، وأيضا كلمنا على فكرة المشاركة وأهمية تشارك جميع فئات المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة زي القطاع الخاص والمجتمع. مدني كلمنا أيضا عن تشريعات و الظروف الجديده و الدكتور هيتكلم على اهميه الموضوعات أهداف التنمية المستدامة، وأيضا كلمنا على أهمية الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية زي الصناعة زي الزراعة زي السياحة، وأهمية أو يعني أن هناك دلوقتي في ترند للعودة إلى الزراعة التقليدية أو الزراعة الحقلية مرة أخرى. دي كانت بتالي أهم النقاط التي أثيرت في المحاضرتين، ودلوقتي نقدر نشوح للأسئلة اللي موجهة إلى أيضا المتحدثين اللي معانا. فكان في الحقيقة أكتر من سؤال، أحب أبتدي بالسؤال اللي خاص بموضوع دعم قطاع السياحة
وبالتالي ممكن نسمع في الحالة دي من الدكتور أسامة الجهري عن رؤية مصر خصوصا في أو الإجراءات التي اتخذتها مصر في دعم قطاع السياحة خاصة في ظل أزمة كورونا. مساء الخير لحضراتكم. طبعا قطاع السياحة بيعتبر من أكثر القطاعات اللي تشهدت تأثر شديد جدا بعد جائحة كورونا. احنا الدولة المصرية بدأت تاخد مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الجائحة، اعتبرت ان هذه فترة هي فترة تمهيد وإعداد للبنية التحتية الخاصة بالسياحة، على أساس ان شاء الله بإذن الله مجرد ان السياحة ترجع تاني يبقى عندنا البنية التحتية والقدرات الكافية ان احنا نستقبل ناس بشكل افضل. البنك المركزي طرح مجموعة من المبادرات من اجل دعم قطاع السياحة، بدأت ان هو يوفر تمويل بسعر فايدة اقل، بالإضافة إلى أنه برضو تم بالنسبة للسياحة إرجاء بعض الضرائب اللي كانت المفروض أن هي تدفع على الشركات السياحية، بحيث أن إن شاء الله بإذن الله يقدروا أن هم يصمدوا أمام الجائحة بشكل عام. أنا بتوقع أنا على مستوى الشخصي أن بمجرد أنه هيحصل يعني إيه travel explosion في فترة، الناس مرة واحدة هتبدأ تفتح سياحة مرة واحدة، علما بان التقارير الدوليه بتشير انه السياحه ستظل مش هترجع لمستوياتها قبل 2023، لكن ممكن مع انتشار اللقاح وبدء ان يبدا يتعامل موضوع الباسبور الخاص بيه ان دوت شخص متلقي اللقاح وبالتالي يستطيع ان هو يبدا يسافر، هنلاقي انه السياحه بدات تنتعش بشكل اسرع مما هو متوقع. فالدولة المصرية خدت مجموعة من الإجراءات، سواء بدعم بسمح بالاقتراض بأسعار مخفضة، سواء بإرجاء بعض الالتزامات اللي كانت على شركات السياحة إن هي تعملها، بالإضافة إلى أنه تم استثمار في البنية التحتية الخاصة بقطاعات السياحة. دي الثلاث إطار العام للتحرك بالنسبة للسياحة من الدولة المصرية. شكرا. لو تسمح لي حضرتك برضو نسأل سؤال تاني ممكن يكون في نفس الإطار، بيتعلق بالميزانيات اللي كانت مخصصة في جمهورية مصر العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. السؤال هو هل ستكفي هذه الميزانيات أو المخصصات في الموازنات، يعني الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ هذه الموازنة في ظل جائحة كورونا؟ احنا زي ما حضرتك استعرضنا في البرزنتيشن بانه اصلا كانت اهداف التنمية المستدامة حتى قبل الجائحة كانت بتواجه من عجز في التمويل. احنا النهاردة عالميا في عجز في تمويل التنمية اهداف التنمية المستدامة، ولابد من اعادة التفكير في كيفية التفاعل معها بطريقة خارج الصندوق زي ما بيقولوا، لان النهاردة في عجز بالنسبة لأفريقيا قدر بأنه ارتفع حوالي تريليون دولار عشان نحقق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي والدول الأخرى أصبحت بتعزف عن الإقراض. يعني أحد الدراسات كانت أثبتت أنه في الدول المتقدمة بعد ما كانت أعلنت عن مشروعات للمساهمة مع الدول النامية بأن هي تساعدهم لتحقيق الأهداف انخفضت بحوالي 90 مليار دولار تقريبا هذه التقديرات وهذه المساعدات اللي كانت المفروض أن هي تمنح في هذا الصدد. فطبعا في عجوزات تمويلية لتحقيق الأهداف، ودي اللي احنا استعرضناها في البرزنتيشن، بأن صانع القرار النهاردة أصبح مش بس بيواجه أنه هو مش قادر يوفر أهداف التنمية المستدامة والتمويل اللازم لأهداف التنمية المستدامة، لا ده هو أصبح برضو بيواجه ارتفاع في أعداد الإصابات، عنده دين خارجي بيتفاقم، عنده تعاون دولي مش موجود، وبالتالي أصبحت هناك عجوزات بشكل عام وقدرت بالنسبة لأفريقيا بحوالي 1 تريليون دولار تقريبا. شكرا لحضرتك دكتور حسين أباظة. لو حضرتك عندك أي تعقيب على السؤالين دول، أيضا ما يتعلق بالموازنة ومخصصات الموازنة ومدى إمكانية تحقيقها في ظل جائحة كورونا، وأيضا ما يتعلق بقطاع السياحة، وبعدين في بعض الأسئلة اللي هتكون موجهة برضو لحضرتك بعدها. لا هو يعني استكمالا للأشار إليه أستاذ أسامة الجهري، الحقيقة هو إحنا دايما بنقول وده كان موقفنا في معظم المحافل الدولية،
ان احنا بنبقى واخدين موقف، وده طبعا موقف سليم 100%، ان احنا بنقول والله المشاكل اللي احنا بنعانيها خاصه المشاكل المعنيه بالتنميه والمشاكل البيئيه مش الدول الناميه مش هي السبب فيها يعني. وبالتالي احنا بنطلب من المجتمع الدولي والدول المانحه ان هي تدعمنا ماديا وتدعمنا فنيا وتكنولوجيا وطبعا دعم القدرات. اللي حصل زي ما احنا شايفين في الفترة اللي فاتت ما كانتش الاستجابة، ما كانتش فيما عدا بعض الدول الاسكندنافية، انما الدعم من الدول المتقدمة الحقيقة ما حصلش بالصورة اللي الدول النامية كانت متوقعة. ده بيطرح علينا سؤال، طيب ما احنا وبرضو الموقف، طب انتوا ما ادتناش يبقى احنا مش هنعمل، يعني مش هنتحول الى يعني الى المصدر، ويبتدي ان احنا نعتمد بقد يعني تدريجيا فيها النهارده نتيجه توقف الانتاج وتاثر طبعا عندنا أسعار الغذاء، في هتبقى مشاكل في عملية تأثرت بالسلب. فده بيوجه نظر أو وجه نظر عدد من الدول بما فيهم تدريجيا الاعتماد على النفس يعني incrementally، يعني تدريجيا طبعا مش هيتم في يوم وليلة، إنما لما بتحصل أزمة زي دي طب هتحصل بكره وهي مستمره واحنا مش عارفين بكره هيحصل ايه. فده يعني ان احنا مفروض نبتدي فعلا، وده اللي بيحصل ان احنا نبتدي يبقى فيه، وده عدد من الدول الحقيقه ابتدت تعمله، ان هي ابتدت يبقى فيه انورد لوكينج ابروتش، ان هو يشوف ازاي يحل المشاكل دي ذاتيا. طيب ناحيه التمويل، طبعا تمويل اضافي مطلوب، طب ما هواش جاي النهارده برضو الظروف الحالية، هو نفس الدول بتعاني يعني، هم الدول المانحة عندها مشكلة، هي نفسها عندها مشكلة وبيصرفوا بالمليارات على اللي هي الحزمة التحفيزية أو الستيمولس باكيجز عشان يدعموا الاقتصادات بتاعتها. فإحنا بنقول طيب ما إحنا النهاردة يعني مفروض اللي بيحصل تحول تدريجي أو ريتشانلينج للفنز المتاحة، بحيث إن هي تدريجيا تبتدي تخش في دعم مسار التنمية المستدامة عن طريق الأنماط المستحدثة اللي هي الاستثمار في الأنشطة الخضراء، سواء كانت بنتكلم على الطاقة المتجددة تجديد أو إعادة تدوير المياه، بنتكلم على تحلية المياه، بنتكلم على الزراعة العضوية أو الزراعة المستدامة، بنتكلم على السياحة المستدامة. وإحنا الحقيقة في مصر خاصة المناطق السياحية في سيناء وفي الواحات أقل تأثراً بجائحة كورونا، ودي يعني تبقى فرصة الحقيقة، تمثل فرصة سانحة لمصر أنها تستثمر في السياحة البيئية الجاذبة للسياحة الخارجية والداخلية، وتحويل الاستثمارات إلى هذا المجال بدل من الاستثمار في السياحة التقليدية اللي هي أصلاً بتنمو بمعدلات حتى قبل جائحة كورونا، معدلات النمو في السياحة البيئية زي ما كلنا عارفين أعلى من النمو في السياحة التقليدية. فهي إحنا زي ما بيقولوا إيه، to grab the opportunity أو ننتهز الفرصة، وإحنا عندنا already الميزة التنافسية في هذا القطاع، ان احنا نوجه الاستثمارات، نعيد توجيه الاستثمارات او التمويل المتاح حاليا في اي من القطاعات الى قطاعات او الى انماط مستدامه. شكرا دكتور حسين. معلش هو في كذا سؤال موجه لحضرتك برضو يعني مرتبطين ببعض، ممكن حضرتك يعني تدمجهم. هو كان في سؤال، حضرتك طبعا ذكرت موضوع مجتمع المعرفة وأهمية التحول إلى مجتمع المعرفة، ففي سؤال يعني إيه مجتمع المعرفة؟ يعني حضرتك قصدك إيه؟ يعني فكرة المجتمع المعرفة قايمة على إيه؟ وأيضا حضرتك ذكرت تطبيقات للذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة، فهل في بعض الأمثلة لهذا الموضوع؟
الذكاء الاصطناعي واهميته في البيئه. وايضا كان في سؤال يتعلق بالاقتصاد الدائري ومدى اهتمام جمهورية مصر العربية بالاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. فلو حضرتك تحب ترد على الثلاث أسئلة تفضل. تمام. طيب ايه اللي هو الاقتصاد الدائري؟ يعني احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين مصر في الاونه الاخيره واحنا بنتكلم على التعافي الاخضر، والعالم كله النهارده سواء في امريكا بيتكلموا على جرين نيو ديل او صفقه جديده خضراء. اوروبا اوريدي عملوا فعلا صفقه خضراء، يعني كل الاستثمارات او كل الاستراتيجيز النهارده ماشيه في هذا المسار وهو الاقتصاد الاخضر، واللي يندرج تحتي الحقيقة اللي هو الاقتصاد الدائري اللي هو احنا بنتكلم على إعادة تدوير، يعني ما يبقاش في احنا مش عايزين نقول مخلفات، احنا بنقول ان في اي عملية انتاجية بيبقى في يعني نقدر نقول ايه عليها، انا مش عايز اقول يعني ما هياش ويست، ما هياش يعني نقدر نقول ايه منتج يتم اهداره، بل بالعكس ممكن الاستثمار فيه وإعادة تدويره، فهي إفرازات ناتجة عن أي عملية إنتاجية يعيد تدويرها أو يعيد بصورة يمكن إعادة استخدامها. فالنهاردة السيركولاريتي بقى اللي هو بيتكلم عليها العالم كله إن أنت نتيجة نضب المعادن والموارد الطبيعية في زيادة سكانية، في زيادة في أنماط الاستهلاك، وبالتالي بقى في بريشر أو بقى في ضغط أو ضغوطات على الموارد الطبيعية. فطبعا في استحالة إن في الاستمرار في هذا النمط أو في نمو واستخدام عشان الموارد بتخلص. يعني هناخد البترول، لما البترول إذا كان هم بيقول 40-50-100 سنة برضو هيخلص، موارد حديد فوسفات منجنيز برضو موارد قابلة ما هيش رينيوبل، يبقى أنت ما تقدرش تستمر في هذا الإطار أو في هذا النمط من الإنتاج. فإحنا بنتكلم على إعادة استخدام وإعادة تدوير، يبقى في سيركل، ما يبقاش في إحنا أصلا ماشيين العالم ماشي في لينير إيكونومي أو اقتصاد بيسموه إيه مستوي أو لينير، يعني لا انت بتتكلم على ان انت بتنتج منتج معين والمنتج ده بتحاول ان انت تنتجه بطريقه جيده بطريقه يراعى فيها البعد الابعاد البيئيه والمخلفات والملوثات وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت ازاي المنتج ده في اخر اللايف سبان بتاعته او في اخر حياته الاقتصاديه ان هو يتم اعاده المفرزات أو المخلفات الناتجة عن هذا المنتج. مرتبط بالسيركلر ايكونومي والجرين ايكونومي اللي هو شيرينج ايكونومي، قالك النهاردة خلينا نتكلم على مجتمع تشاركي، يعني الأوبر مثلا على سبيل المثال مثال واضح لي كيف أو نمط من أنماط الاقتصاد التشاركي. بيتكلموا النهاردة على أوفيس سبيس أو أماكن مثلا المكاتب، ازاي انه بدل ما الواحد ياخد مكتب يستعمل اوضتين فيهم والباقي كله فاضي، طب ما انت ممكن تأجر اوضه ثانيه او الاوضتين التانيين. نفس الشيء بيتكلموا على استخدام العربيات، بيتكلموا على العجل برضو شارينج العجل ده، واحنا برضو ماشيين في هذا الاطار. فهو العالم كله متوجه النهارده ازاي يعني نقدر نقول يعظم الاستفاده من الموارد المتاحه ويقلل من الهدر ويقلل من الفائض والملوثات اللي بتنتج عن عملية الإنتاج، بحيث إن هو يتم استخدام هذه الموارد الطبيعية بأفضل صورة ممكنة. طيب إحنا هنشتغل إزاي؟ طب ما إحنا النهاردة لما بيكون هو ده التوجه، وإحنا أصلا طبعا حضراتكم سامعين عن مصر أوريدي أصدرت السندات الخضراء وده توجه واضح، مصر أطلقت زي ما أشارت معالي الوزيرة معايير الاستدامة البيئية اللي هي بتشارك مع وزارة البيئة، بتشترط شروط معينة أو معايير معينة لدعم
الأنشطة والبرامج اللي بتقدمها مختلف الوزراء بما يضمن دمج البعد البيئي والبعد الاجتماعي. مجتمع المعرفة، إحنا النهاردة أيا كانت عملية تنموية، ما كانش النهاردة بنتكلم على الضلعين الأساسيين في أي عملية تنموية، ألا وهو الاستثمار في الرأس المال البشري الإنسان، والاستثمار في الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية. يبقى احنا عندنا مشكلة. طبعا مجتمع المعرفة قائم على التعليم الجيد، التعليم الجيد والمستمر، بنتكلم على الدمج الأبعاد البيئية في المناهج التعليمية. انت النهاردة مش هتقدر تستمر ان انت تخرج كاليبرز بيفكروا بالطريقة القديمة، او يعني مهندس تقليدي او مهندس زراعي تقليدي او مهندس معماري تقليدي او عامل في مجال مثلا التنمية العمرانية. انت عايز النهاردة كوادر بتتكلم على الاستدامة، بتتكلم ازاي ان انا النهاردة يعني نتكلم على الاستدامة، يعني بنتكلم برضو على العدالة الاجتماعية ما ننساهاش اطلاقا. نوفر سكن، يبقى احنا بنوفر سكن لكافة فئات المجتمع وفي متناول كافة فئات المجتمع. مواصلات نفس الشيء، مواصلات public transport system او مواصلات عامة صديقة للبيئة متاحة وفي يعني متناول كافة فئات المجتمع. بنتكلم على البحث العلمي زي ما أشرت عليه، ده 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 هو مجتمع أو اقتصاد المعرفة. أنت بتتكلم النهاردة إزاي التوجه اللي إحنا بنتكلم عليه ده، إذا كان تدوير مخلفات، اقتصاد دائري أو اقتصاد تشاركي أو يبقى عندك البحث العلمي اللي بيدعم هذا التوجه. فأنت عايز تستثمر يعني ازاي النهاردة البحث العلمي يتوظف وتتحط الاستراتيجيات الخاصة به اللي هي تدعم هذا التوجه في كافة مجالات او الانشطة، سواء كان احنا بنتكلم على زراعة عضوية او الترشيد في استخدامات المية والطاقة في الزراعة، بنتكلم على السياحة البيئية، بنتكلم على المواصلات الذكية، بنتكلم على المدن الذكية والمستدامة، بنتكلم على فده طب هل احنا خلينا استعمل نفس الاصطلاح، هل احنا عارفين او هل احنا نعرف فعلا ازاي يتم بصوره؟ احنا طبعا بنجتهد، بس مفروض يبقى في منهجيه اللي احنا تبقى متاحه ان احنا نتبع فيها. على سبيل المثال عمليه النهوض بقرى مصر تبقى واضحه ان احنا بنقول بنعمل المداخلة بتاعتنا هيبقى شكلها ايه، بنعمل مباني شكلهم ايه، بنعمل طرق شكلها ايه، هل بنستخدم الموارد او المواد المحلية الصديقة للبيئة ولا لا، هل بنوظف التكنولوجيات القديمة او احنا في traditional knowledge. دي برضو لا يجب ان نغفلها، في حلول بيبقوا اهل المكان او local communities عندهم حلول لبعض المشاكل اللي بتبقى جايز ان احنا يعني بتبقى مش واخدين بالنا منها. فازاي يتم تطوير، طب احنا مثلا على سبيل المثال البيوت القرى القديمة ما كانوا بيبني بالطوب اللبن، النهاردة احنا بنبني بالطوب الاحمر، الطوب الاحمر بيجرف التربة، الطوب الاحمر غير صديق للبيئة عشان بيشع حرارة في الصيف وفي الشتاء بيبقى البيوت من جوه برد، في حين ان البيوت باللبن انا ما بقولش ان احنا هنرجع لهذا يعني ان احنا انما نقدر نطور من هذه الانماط البناء وانماط الاستهلاك بما يعظم الاستفادة من الموارد ويرشد في استخدامها ويحسن طبعا من الصحة والبيئة العامة. فده التعليم مستمر، دمج أبعاد التنمية ودمج أبعاد البعد الاجتماعي بما يراعي مختلف احتياجات مختلف فئات الشعب وتخفيض الفجوة ما بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة، ده مهم جدا، وده بيحتاج لريسيرش اند ديفلوبمنت، بيحتاج لمعرفة، بيحتاج لإنوفيتيف تكنولوجيز أو تكنولوجيات مستحدثة تلائم الأولويات وتلائم الظروف الخاصة بمصر. كان في سؤال تاني، أعتقد أنا جاوبت على
الصوت. لا بقول حضرتك جاوبتنا على الـ على الـ كل الأسئلة حتى الآن اللي هي متعلقة بموضوعات الذكاء الاصطناعي مجتمع المعرفة. خليني الذكاء الاصطناعي الحقيقة يمكن أنا ما يعني خليني ما يعني تطرقتش إليه. الذكاء الاصطناعي artificial intelligence النهاردة على سبيل المثال بيتكلموا في مجال الزراعة بما يسمى بالزراعة الدقيقة أو precision agriculture اللي هي بيستخدموا فيها الذكاء الاصطناعي ان هو يرصد شبكات الري من خلال درونز، بيستعملوا درونز على سبيل المثال يشوف المية واصلة فين، بيستعمل التكنولوجي ان هو اذا كان في خلل في منطقة معينة في شبكات الري بيقدر يرصدها، وبيقدر النهاردة يوصل المعلومة للفلاح عن طريق مثلا موبايل ابليكيشنز. النهارده بنتكلم على ازاي انت يتم اتباع انماط الاجروفورستري اللي هي زي ما انا اشرت اليها الحقيقه اللي هي الحراجه الزراعيه، ان انت تزرع الشجر مع النباتات، يعني ما يبقى مع مثلا تزرع خضار معين او انواع خضار معينه وجنبها اشجار. ده انماط زراعة كانت متبعة زمان. النهاردة بيتكلموا برضو على اللي بيسموه الكروب روتيشن أو الدورة الزراعية، ابتدينا نزرع مونوكالتشر أو محصول واحد على مدار السنة، ده بينهك التربة، في حين إحنا زمان الفلاح زمان كان فاهم الكلام ده كله وكان بيعمل الكروب روتيشن دي بحيث إن هو يعني يدي يريح التربة ويعمل كاربون فيكسيشن ونيتروجين فيكسيشن للتربة بحيث ان هي يزود الانتاجية بتاعتها. استخدام المخصبات العضوية طبعا بيحافظ على التربة على غرار المخصبات الضارة بالصحة او اللي هي الكيميكال فيرتيلايزر اللي هي بتلوث التربة، بتلوث المياه الجوفية وبتلوث الفود شين او دورة الغذاء نفسه، وطبعا بتقلل من خصوبة التربة على مدار السنين. فالنهاردة التكنولوجي أو الارتفيشل انتليجنس اللي هو متبع على سبيل المثال في إدارة المدن، النهاردة إزاي الدرونز تقدر ترصد الازدحامات في مناطق معينة، إزاي تقدر ترصد الليكج أو الخلل في شبكات الري، في شبكات الكهرباء زي ما قلت في الازدحامات أو التكدسات الخاصة بالمواصلات. فده النهاردة بيوظفوا الارتفيشل انتليجنس في إدارة المدن. أنت بتتكلم ذكاء اصطناعي، ما هو ده بتتكلم النهاردة لما يبقى فيه خلل زي ما قلت في أنماط الزراعة بيقدر يرصدها، سواء كان في مناطق المية ما بتوصلهاش أو عندها أو شايفين إن الإنتاجية في خلل في النمو في تدهور أو في تأخر في نمو أشجار في منطقة معينة، الدرونز بتقدر ترصدها. فهو ده الحقيقة المقصود به تطبيقات، وطبعا مجالات عديدة أخرى سواء كان في السياحة أو في الصناعة. شكرا دكتور حسين. هو في سؤال ممكن نوجهه للدكتور أسامة الجوهري، هو بيتعلق بكيفية نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة بما فيها طبعا الأهداف البيئية على مستوى المحافظات في جمهورية مصر العربية وأيضا بين الأطفال، يعني إيه الجهود اللي بتعملها الدولة المصرية في هذا الإطار؟ الحقيقة في المفترض أن أحد الحاجات اللي بتتم بالنسبة لزيادة التوعية بجهود التنمية المستدامة إدارة التخطيط بتبدأ تعمل توعية لكافة أجهزة الحكومة المختلفة باعتبارها هي المعنية بهذا الملف، وبيبدأ بيتعمل workshops في على مستوى الجامعات وندوات بيدعى فيها الباحثين، بالإضافة إلى أنه المفترض أنه كان بيتم في المدارس بعض التوعية، ولكن حجم التوعية وحجم النجاح طبعا تأثر بغياب الطلبة عن المدارس بسبب جائحة كورونا. أهداف التنمية المستدامة
بيتعمل عليها ورش، وكان في ندوات دولية بتعقد برئاسة وزيرة التخطيط في هذا الموضوع، بما يحقق الانتشار والوعي اللازم بهذه الأهداف. وغير أن السيد رئيس الوزراء والوزراء دائما بيربطوا كل ما يتحرك من تحركات تحت المظلة العامة لأهداف التنمية المستدامة. طيب شكرا لحضرتك، لكن في هذا الإطار أيضا ممكن حضرتك تحدثنا عن أن لا تزال هناك فجوة قائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في مصر، فما هي الإجراءات والسياسات المتخذة ل يعني إن احنا لسد هذه الفجوة بين التعليم وسوق العمل؟ أحد الحاجات اللي بتتم حالياً بالنسبة للسيطرة وسد الفجوة ما بين سوق العمل، وهذا مشروع بيتم تحت بالتعاون ما بين وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هو إنشاء قاعدة بيانات من خلالها بنبدأ ناخد العمالة والبطالة والمتقدمين للعمل، بحيث إن احنا نعمل ماتشنج للفرص المتاحة في سوق العمل في المستقبل. بنبدأ بنتعامل مع هذا مع أحد بيوت الخبرة العالمية، بحيث إن احنا يبقى عندنا قاعدة بيانات من خلالها بنستطيع إن احنا نوفر العامل القادر على إنه يخش سوق العمل بشكل سريع. بالإضافة إلى هذا بيتم العمل على تطوير المناهج التعليمية بشكل مستمر، والحكومة بتولي اهتمام كبير جدا بملف التعليم الفني، وهناك معاهد بتتم، ولكن الفكرة كلها بأنه سوق العمل للتحرك إليه ما بيكونش وزارة بحد ذاتها هي اللي بتتحرك، فإحنا المفترض إن بيحط خطة، بنحدد قطاعات محددة، القطاعات المحددة دي بتبقى صناعات، بنبدأ نعمل لها مراكز التعليم الفني التابعة ليها، بنبدأ نعمل لها الـ R&D centers التابعة ليها، بنبدأ نعمل لها incentive scheme بحيث إن إحنا نجذب ليها مستقبل، وبالتالي بنبدأ نتحرك ده بشكل جماعي. حاليا بيتم تحديد هذه الأربع قطاعات من خلال لجنة مشكلة تم تشكيلها من حوالي أسبوعين من السيد رئيس الوزراء، وهتبدأ نتحرك بحيث أنه بيتم حل الموضوع مش في إطار ضيق في إطار وزارة محددة، ولكن في إطار تحرك دولة بأجهزتها ووزاراتها المعنية المختلفة. شكرا لحضرتك. طيب في سؤال آخر للدكتور حسين أباظة بيتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من البلاستيك، وأنا عارفة أن دكتور حسين كان له باع طويل في هذا الموضوع. تفضل دكتور حسين. حضرتك عامل ميوت دكتور حسين؟ انا عمال اتكلم وانا ميوت، معلش. لا انا بتكلم على يعني استكمالا لمداخله الزميل اسامه الحي الجوهري. العمليه طبعا التعليم ده اساسي، احنا بنتكلم على تغيير المناهج اللي شغالين فيها ودمج ابعاد الاستدامه والبعد الاجتماعي والبيئي. طبعا بنتكلم في نفس الوقت على استمرار جهود الدولة في التوعية، دي عملية. وبعدين احنا عايزين نتكلم على التوعية بلغة مبسطة نخاطب بيها الليمان او الراجل اللي هو العادي، نكلم بيها الشباب، نكلم بيها المرأة، بحيث ان هو يفهم. يعني هو النهاردة التنمية المستدامة تقول له انا طب مش فاهم يعني ايه، طب ايه المردود ده على حياتي اليومية، ده هيأثر ازاي عليا، مش واصل المعلومة، مش واصل. احنا بنتكلم يعني في كثير من الأحيان ما زلنا بنتكلم مع بعض، طب احنا فاهمين، طب احنا عايزين نفهم الشباب، عايزين نفهم المرأة، عايزين نفهم القطاع الخاص، المجتمع المدني، الراجل اللي ماشي في الشارع، ده معناه ايه. فاحنا فعلا محتاجين يبقى في لغة مبسطة، وكنا بنتكلم قريب الحقيقة ان احنا عايزين نعمل شرايط فيديو او افلام فيديو مبسطة، ايه مردود التنمية المستدامة على المواطن العادي.
طبعا ده بالاضافه الى المجهودات اللي بتعملها مختلف الوزارات. يعني النهارده وزاره التخطيط زي ما حضراتكم عارفين اللي هي المبادره بتاعه تتحقق اللي هي السفراء التنميه المستدامه، دعم الشباب وتفهمهم ايه هي التنميه المستدامه وايه اللي يعني معناها ايه بالنسبه له، ازاي يقدر هو في حياته المستقبليه يترجم الكلام ده لمشاريع، ازاي يقدر يستفيد بيها في مجال عمله او مجال دراسته، ايه علاقتها بالكلام ده كله، ايه علاقتها بمستقبله في مصر. بنتكلم برضو مبادرة وزارة البيئة اللي هي تحت برضو مبادرة سيادة الرئيس اللي هي التحضر الأخضر، نفس الشيء إزاي النهاردة عملية التحضر الأخضر دي بتتيح أو بتوفر فرص أو مجالات عمل جديدة. موضوع المخلفات بصفة عامة، خليني أتطرق إليه بصفة عامة طبعا بما فيها البلاستيك اللي هو يمثل يمكن نقدر نقول 30% تقريبا من الكمبون أو مكونات المخلفات مصر، وده مكون عالي جدا، عشان ده معناه إن أنت بتفرز الكلام، أنت مش عارف تعمل إيه بالبلاستيك فبتفرزه، وبعدين طبعا ما بيتحللش، ده معناه أنت بتجمعه لتكلفة على الدولة، وبعدين ما هواش أورجانيك فمش هيعاد تدويره، فبتفصله بتدفنه يروح المدافن او بتوديه المحارق بحيث انه يستعمل كطاقه. كل دي عمليه مكلفه. فالنهارده مش هتتحل مشكله المخلفات في مصر من غير ما نبقى كلنا الحقيقه كافه فئات المجتمع متعاونه في الكلام ده. طيب احنا عملنا المشكله، طب ما انا بروح السوبر ماركت باخد اكياس بلاستيك، طيب بلاش كيس بلاستيك، طب ما تاخد كيس قماش يعاد استخدامه تاني. ليه ان احنا نروح ناخد كيس بلاستيك من، مش بس احنا ناخد كيس بلاستيك، ده احنا بناخد اللي بنشتريه في كيس بلاستيك وممكن جدا ناخد معانا كيسين ثلاثه واحنا ماشيين نستعملهم في البيت. طيب ما هو ده كل ده بيشكل مشكله. طب ما انت بتعمل مشكله، المشكله دي بترجع لنا تاني، ما الدوله هتجيب يعني عشان الدوله تلم المخلفات دي تجمعها وتتخلص منها في تكلفه. طب المصاريف دي هتيجي من فين؟ طب ما هتيجي مننا، هتيجي في وسط الضرائب. هو فانت يعني انت بنساهم في عمل المشكله في حين ان احنا ممكن نحل مشكله او نكون جزء من حل المشكله، نوقف احنا كمستهلكين لاستخدام البلاستيك. طب احنا كم واحد فينا بيستخدم الميه اللي في الازايز البلاستيك وبتترمي وبتبقى مشكله للدوله ان هي تتخلص منها؟ طيب ما نتحول يعني نبتدي تدريجيا كل واحد يبتدي بنفسه النهارده ان احنا نقلل، يعني هي الفكره ان انت بدايه نقلل من افراز المخلفات بكافه انواع بما فيها البلاستيك، انما احنا بنعمل مشكله وبعدين طب الدوله حل. طب ما هنحل ازاي؟ ما هنحل في طبعا هنا هنرجع بقى ايه لي اقتصاد المعرفة، في تكنولوجيات النهاردة لإعادة استخدام البلاستيك وابتدوا يستخدموه في بلاد كتيرة، بيرصفوا بيه الطرق، يعني مثلا في الهند بياخدوه بيعملوا له ميكس معين وبيرصفوا بيه الطرق. في استخدامات أخرى للبلاستيك، ده برضو هيحتاج ريسيرش اند ديفلوبمنت أو بحث، إن احنا بس ما هياش هاي تكنولوجي، ما هياش تكنولوجيات عالية اللي تساعد على استخدام البلاستيك، بس هو البداية إن احنا نقلل، يعني بداية الأمر إن أنت تقلل من استخدام ده. الدولة هتحط التشريعات، طب ما أنت أصلا يعني ما بتساعدش، طب ما إحنا ما نستخدمش، ما نروحش نجيب أكياس بلاستيك وبعدين في الآخر نروح رمينها وروح رمينها وسط المخلفات العضوية على سبيل المثال، وأنت عايز تعيد استخدام المخلفات العضوية فعندك مشكلة عايز تفرز ودي بتكلف، فالدولة تروح فرزة الإزاز لوحده والكرتون لوحده والتنز الميتاليك سبستنسز لوحدها عملية مكلفة. طب فعملية حل مشكلة المخلفات في مصر مش هتتحل من غير ما نبقى كافة فئات، زي ما ابتديت في الأول، كافة فئات المجتمع الحقيقة، مش بس المستهلك كأفراد، الشركات، الصناعات، اللي بيستخدموا في الباكجينج قد ايه بلاستيك، ايا كان اي حاجه بناخدها عبوه بيبقى مغلفه بالبلاستيك. طب ما نشوف البدائل. هنا بنتكلم زي ما انا برضو اشرت، التشريعات الدوله هيبقى شكلها ايه والحوافز معاها،
ازاي انا احفز القطاع العام او القطاع الخاص والافراد ان هو يقلل من استخدامات البلاستيك ويستخدم البدائل. فهي يعني عايزه زي ما نقول تضافر الجهود كلها. وعايزه طبعا اتكلمنا عن الوعي، يبقى فيه عمليه وعي، يقول لك طب انا هستخدم يعني الشركات، البنوك، المدارس، بلاش الازايز الازايز البلاستيك، ونستعمل ازايز يعني سواء كان ازاز او تنز او يعاد استخدامها كذا مره، ونحجم عن استخدام البلاستيك تدريجيا. فهي ناخد الليد يعني الدوله النهارده، ما انت ما يعني مؤسسات الدوله كلها باتل ووتر بلاستيك، خد ماشي. طب ما هو وبعدين هيروح فين ده؟ هيروح فين؟ تكلفه، والتكلفه بترجع في الاخر بتعود على المواطن في صوره ضرائب. الدوله هتجيب من فين عشان تحل المشكله؟ فهي يعني وعي، ريسيرش اند ديفلوبمنت يدعم عمليه الريسايكلينج، الاقلال من استخدام البلاستيك، مع التشريعات، مع الحوافز. شكرا دكتور حسين. الحقيقه في سؤال ممكن نقول غالبا السؤال الاخير يعني في الندوه، اللي هو كان بيتعلق بأثر فيروس كورونا على اقتصادات الدول العربية زي الصومال وسوريا والعراق والسودان، وكيفية مواجهة هذه الدول اللي هي دول نعتبرها يعني دول بتعاني من نزاعات وحروب وعدم استقرار، أثر يعني جائحة كورونا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه الدول. ولو تسمحوا لي أنا ممكن يعني عندي حاجة ممكن مداخلة في هذا الأمر. هي جامعة الدول العربية يعني اهتمت بهذا الموضوع، وعارفين أن احنا عندنا عدد من الدول العربية اللي بتعاني من نزاعات وصراعات وحروب ونزوح ولجوء، ويعني الحقيقة عدم استقرار بشكل عام. فاحنا الحقيقة شفنا أن هذا الموضوع جدير بالدراسة في جامعة الدول العربية، فعملنا دراسة بتشمل 8 دول عربية من ضمنها إلى جانب الدول اللي تم ذكرها أيضا ليبيا، ودولتين بيعانوا بشكل غير مباشر من أثر هذه النزاعات وهي الأردن ولبنان. الحقيقة الدراسة دي كانت بتهدف إلى حصر الشراكات وآليات التنسيق القائمة في هذه الدول. إحنا لم نكن نبحث في الدراسة دي عن أسباب النزاع أو الحروب أو ما إلى ذلك، إحنا بنتكلم على الأثر المباشر لهذه الأحداث وعدم الاستقرار السياسي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول دي. فكنا عاوزين يكون في زي دليل مرجعي عن تأثير النزاعات في هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا تحديد الأولويات والأهداف والمؤشرات اللي ممكن تحقق مكاسب إذا يعني ما تم تطبيقها، بحيث أنها تكون أكثر تأثيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والحقيقة الدراسة دي خلصت إلى أن الدول المتأثرة بالنزاعات بتواجه تحديات منهجية فيما يتعلق بإحراز تقدم على مسار التنمية المستدامة، ويعني أكدت على أهمية النهج التشاركي بين المؤسسات الوطنية في هذه الدول إلى جانب الأطراف الأخرى اللي هي زي ما بنقول يعني القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأوساط الأكاديمية، يعني كل الأطراف المعنية بعملية التنمية في هذه الدول. يعني أكدت الدراسة إن لازم بدون شراكة بين هذه الأطراف والحكومات لن تتمكن هذه الدول من تحقيق أي تقدم على مسار التنمية المستدامة. فحبيت بس أشير إلى الدراسة الهامة دي اللي هي إن شاء الله حيتم إطلاقها في خلال أسابيع. أعتقد أنها دراسة مهمة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، والأولى اللي بتصدر عن جامعة الدول العربية في هذا الإطار. فحبيت بس أشير إلى هذا الموضوع. وأيضاً كان في الحقيقة سؤال ممكن نعتبره سؤال عام، ممكن أنا جاوب عن جزء منه، وبرضو أدي فرصة للمتحدثين إن هم يدونا آرائهم في هذا الموضوع. كان في سؤال حول إذا ما كانت أهداف التنمية المستدامة تم تغييرها في ظل جائحة كورونا أو تم تعديلها بشكل ما،
واقدر اقول في هذا الاطار ان هو لم يتم يعني تعديل او تغيير الاهداف، ولكن الاولويات اللي كانت حطاها كل دولة لها بتهيألي انها اتغيرت شوية. ممكن تكون في بعض الاهداف تقدمت على اهداف اخرى على مستوى العالم وايضا على مستوى الدول المختلفة وخاصة الدول النامية، لكن ان تم تغيير في خطة اهداف التنمية المستدامة لم يحدث يعني هذا الامر على المستوى الدولي. واحب برضو اسمع من المتحدثين اذا كان في لهم اي تعقيب على موضوع النزاعات والدول اللي بتعاني من النزاعات، وايضا موضوع الاولويات بالنسبة لخطة التنمية المستدامة. طيب يمكن ابتدي انا سريعا كده. الحقيقه يعني احنا لما نيجي نبص في اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا اللي هو ما يسمى ب الربيع العربي او يسمى whatever، يعني ده كان سببه ايه؟ يعني هل هو سببه اساسي اقتصاديه ولا خلل في السوشيال فابريك او النسيج الاجتماعي الموجود؟ وده ناتج عن ايه؟ ناتج عن زي ما احنا عارفين طبعا ان احنا وحضرتك اشرت اليها، اي توجه او اي خطه الدوله بتعتزم انها تعملها او اي مشروع لازم يبقى فيه تشاركيه، ولازم الناس يبقوا اللي هم اصحاب المصلحه الحقيقه جزء لا يتجزأ من صياغه مشروع خطه برنامج، عشان يحسوا بنوع من التمكين، نوع من الامباورمنت، ما يحسوش ان هم مهمشين في عمليه يعني احنا في مصر اللي حصل ما هو كان بيتكلموا على عيش عداله اجتماعيه، مساواه وعداله اجتماعيه، هي بعد اجتماعي. طب ما احنا كنا 7 و8% النمو في الجي دي بي في الناتج المحلي، الناحيه الاقتصاديه ما كانش عندنا مشكله، انما كانت المشكله اساسا ان في تهميش لبعض الطوائف او الطبقات، في خلل في النسيج الاجتماعي، عداله اجتماعيه ما كانتش موجوده، المواطن ما كانش صوته ما كانش مسموع. فاحنا النهارده بنتكلم يعني من احد المبادئ الاساسيه لتحقيق التنميه المستدامه اللي هي الجود governance او نظام حكم جيد، يبقى فيه تشاركيه، يبقى فيه شفافية، يبقى فيه مكاشفة، يبقى فيه محاسبة. ما كل الكلام ده بيعمل نقدر نقول إيه، حنق اجتماعي، وبيزود الشعور بعدم المواطنة. ودي برضو جزء مهم جدا، ان احنا طبعا موضوع الثقافة ده مهم جدا. احنا على مدار السنين كذا عقد الماضي دخلت علينا ثقافات دخيلة ما كناش كده. أنا ما بتكلمش على مصر بس، أنا بتكلم بصفة عامة. فإحنا النهاردة إزاي تغير الثقافة دي بحيث أن أنت تدعم أولا المواطنة، تدعم الشعور بالانتماء، الشعور بأن البلد دي بلدك، وأن الشغل اللي أنت بتعمل، يعني ما إحنا عملنا الترع بطلنا الترع وتاني يوم اتردمت، طب ده مواطنة ايه دي؟ حب مصر ايه؟ يعني انت بتقول مصر بلدي وبحب بلدي، طب وانت بتحب بلدك بالكلام وبالغنى ولا بتحبه بالفعل بالتطبيق؟ ازاي تتقن العمل؟ ازاي تنمي العمل الجماعي؟ ازاي يبقى في مشاركة؟ يبقى عندنا المعلومة بنحكبها على زميلنا، ده ما ينفعش. فانت النهاردة عايز تغير السلوكيات دي، بتتكلم على سلوكيات برضو خاصة بالاستهلاك، الهدر في استخدامات المية، في استخدام الطاقة، في استخدام الغذاء. فسلوكيات الفرد هي الحقيقة اللي عليها معول الفاميلي بلان أو تخطيط الأسرة، أو اللي هي يسموها إيه، تنظيم الأسرة. يقول لك انا ما لا انا هخلف، انا ماليش دعوه، الدوله هي اللي تصرف. طب الدوله تصرف على ايه؟ تصرف على 1 و2 و3 و10؟ طب ما هو كل فرد فعلا محتاج تعليم، محتاج صحه، محتاج طرق، محتاج مساكن سكن. وانت اصلا عندك خاصه في الظروف الحاليه المديونيه بتزيد مشكله، عندك الدعم المادي اللي كان بيجي من بره ابتدى ينخفض، التجاره الدوليه
انكمشت إلى حد كبير. فكل الكلام ده له تبعات مواجهة البانديميك أو الكارثة الصحية محتاج مليارات. إحنا الدولة النهاردة بتوجه مليارات للصحة والعلاج وإنها توفر اللقاحات وتوفر كل الكلام ده أعباء ما كانتش موجودة من سنة، النهاردة بقت أعباء زيادة على الدولة. فالحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن الثورات اللي بتحصل أو الصراعات اللي بتحصل طبعا في بعد اقتصادي أكيد، إنما مرتبط بيه البعد الاجتماعي. يعني النهاردة لما يبقى فيه موائمة اجتماعية وانسجام مجتمعي وتوافق مجتمعي ممكن يتعامل بقى مع الأزمات الصحية والأزمات البيئية والكوارث الأخرى. إنما لما يبقى عندك أنت ماشي، ما إحنا عندنا كانت 7 و8 داخل على 9% وحصل اللي حصل، طيب يبقى معنى كده أنت النهاردة مش هتقدر تعمل هذه. أنت عشان إحنا نقول دايما إيه تنمية مستدامة وعادلة، وعادلة وحط تحتيها 100 سطر، عشان هي النهاردة ما كانش فيه عدالة ومساواة، في عدالة في توزيع الثروات وعدالة في الاكسسبيليتي مثلا للسكن. زي النهاردة طلع قرار امبارح اللي هو الدعم بالنسبة للسكن، تقدر تستلف ويبقى 3% النهاردة. ده طب ده انعكاساته ايه على المواطن المصري وانعكاساته ايه على الانتاجية المواطن المصري نتيجة الدولة فعلا بتفكر فيه. ده البرودكتيفيتي هتزيد ولا مش هتزيد، في حين ان هو لما انت ما بيبقاش واخد دي يعني عاملين زي ما بيقولوا عاملين لك اعتبار خالص ولا بنسال عنه، طب الانتاجيه بتاعتك مش يقول لك ماليش دعوه انا مالي، يروح يقضي فتره العمل بتاعته ينتج او ما ينتجش مش مهم، هو بيقضي اليوم بتاعه ويروح. في حين ان هو لما يحس ان الدوله فعلا حاسه بيه وحاسه بمشاكله وبتطلع تشريعات وقوانين وحوافز زي اللي ما بيحصل باكجز اللي بتحصل في النواحي الاجتماعية ولا آخر، ومن ضمنهم المبادرات المختلفة خاصة مبادرات القرى الأكثر فقرا وخلافه يعني. فكل الكلام ده بيبقى له انعكاسات إيجابية على الفرد، وبالتالي بيبقى فيه انسجام وتوافق مجتمعي داعم للعملية الانتاجية. خليني أكتفي بهذا القدر. أنا سريعاً استكمالاً على كلام الدكتور حسين أباظة، ومش يعني مش هطول أكتر من كده، ولكن أنا متفق مع حضرتك بأنه الدول العربية بشكل عام بتواجه بعض الصعوبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودوت نتيجة النزاعات الداخلية، أو في بعض الدول بيبقى في عدم استقرار سياسي. يعني مثلاً الصومال مثلاً في 5 مليون شخص في حاجة لمساعدات قبل الجائحة، ما بالنا بعد الجائحة إيه؟ يمكن أفضل الدول أداءً هي الجزائر، وهي بتحتل الرقم 56 من إجمالي 166 دولة. السودان زي ما حضرتك ذكرت هي تقريبا 159 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سوريا 126، السعودية 97. فبشكل عام إحنا الدول العربية اللي قدر منهم بيحقق يا إما هدف أو اتنين على الأكثر، معدلات أوروبا من 4 أهداف إلى 3 أهداف، والمفترض إن شاء الله يعني من خلال الجهود والتوعية ووجود التمويل اللازم بتبدأ إيه الأهداف بتبدأ تتحرك بشكل أفضل. شكراً لحضرتك. الحقيقة بتهيألي كده احنا وصلنا لنهاية هذه الندوة الافتراضية الهامة جداً. الحقيقة استفدنا جداً من المتحدثين اللي كانوا معانا، طبعاً بداية من معالي الوزيرة دكتور مصطفى، طبعا دكتور حسين أباظة ودكتور أسامة الجوهري. الحقيقة مداخلات هامة جدا ومعلومات جديدة ومستحدثة، ويعني أتمنى كمان يكون الحضور اللي كان معانا عن طريق الفيسبوك يكون استفاد بالمعلومات. أتمنى نكون قدرنا إن احنا نرد على كل الاستفسارات اللي جات لنا عن طريق الأسئلة. يعني قبل ما أختم بس أحب أسمع برضو من المتحدثين، لأن فرصة إن هم معانا، كلمة أخيرة أو يعني توصيات بسيطة ل يعني المسار اللي احنا هناخده الفترة اللي جاية في ان احنا ازاي نقدر نحقق اهداف التنمية المستدامة في ظل هذه الجائحة اللي بنعاني منها جميعا. لو في كده توصيات بسيطة دكتور حسين ودكتور أسامة.
صعب نلخص اللي كنا بنقوله الحقيقه، انما مش تلخيص يعني رسائل من حضرتك حسينا ان احنا ما قدرناش ان احنا نغطيها في الندوه، لكن لو في رسائل بسيطه تحب حضرتك ترسلها. لا هو الحقيقه يعني بس أأكد على يعني بعض النقاط اللي انا اثرتها، اللي هي واحنا شفنا بوادر منها الحقيقه ايجابيه بتحصل في مصر، اللي هي التشاركيه، المشاركه المجتمعيه دي احنا اتكلمنا فيها، دي مهمه جدا، تضافر كافه فئات المجتمع بما فيهم المراه والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه، لازم يبقى في توافق ما بين السياسات دي بحيث انها تبقى مكمله لبعضها. بنتكلم على طبعا اهميه دمج ابعاد الاستدامه في المناهج التعليميه، ده اساسي مهم جدا، الوعي ووعي بصوره مبسطه لكافه فئات المجتمع. بنتكلم على التوافق المجتمعي بحيث ان احنا النهارده يعني هو طبعا كان بيتكلم على سوشيال كونتراكت، او يعني ان احنا النهارده ده مهم جدا ان احنا يحصل هذا التوافق، واعتقد برضه السيده الوزيره اشارت للجزئيه دي، اللي هي زياده الثقه ما بين الشعب والحكومه، دي 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 لابد ان ندعمها، ولابد يكون في وضوح في الرؤيه ووضوح في التوجهات بحيث المواطن العادي يبقى عارف ايه اللي بيحصل، وبالتالي يبقى داعم لهذا التوجه عشان هو شريك فيه. فبدون ذلك الحقيقه بيبقى في مشكله. احنا النهارده طبعا جزئيه ثانيه خاصه بالتمويل، طالما احنا اتكلمنا على التمويل وده التوجه برضو للدوله واخداه اللي هي السندات الخضراء ودمج او مين ستريمينج ابعاد الاستدامه في عمليه التمويل. ما ينفعش النهارده تبقى على سبيل المثال احنا ماشيين في تشريعات ماشيه لدعم التنميه المستدامه، ويجي المواطن العادي يروح عايز يروح ياخد قرض يقولوا لا الفايابيليتي بتاعت المشروع ده مش قائمه، عشان هو طبعا البنك او المؤسسه الماليه بيدور على الربحيه الشورت ران، في حين طبعا احنا بنتكلم على اللونج ران فايابيليتي، مشاريع استدامه، مشاريع خاصه بالبيئه اللي هي اصلا ما هيش بيئيه، هي مشاريع اقتصاديه برضه، بس العائد بتاعها بيبقى ان ذا لونج ران وبيبقى مستدام وبيبقى مستمر، في حين ان المشاريع اللي هي بتبص على الناحيه الماديه البحته بتبقى قصيره الامد، والعائد بتاعها ممكن يكون مادي في الشورت ران انما له اثار سلبيه من الناحيه البيئيه والناحيه الاجتماعيه. كل واحد مننا في مجاله او في مكانه يقدر يساهم، ما ينفعش ان احنا نقعد استنى نقول والله هي الدولة هتعمل ايه، الدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة، كل واحد في مجال عمله او في مكانه يقدر ان هو ينشر الفكر ده، يدعم الفكر ده مش بس بالكلام، لا بالفعل، في انماط الاستهلاك، في نشر الوعي في مجتمعه في اسرته في البيئة المحيطة به. وشكرا. أنا برضو استكمالا على الكلام اللي قاله الدكتور حسين، أنا هضيف بس ثلاث حاجات من وجهة نظري. الوضع الحالي بشكل عام بيتطلب إعادة التفكير في كيفية الوصول لتحقيق هذه الأهداف. البيزنس أس يوجوال مش هينفع، لابد من وجود أفكار مبتكرة، وبدأت بعض الجهات اللي تشتغل على ده، يعني مثلا مؤسسة بروكينجز بدأت تعمل 17 رومز لتحقيق السستينبل جولز، بدأت تعمل ايفنتس، بدأت يحصل كلام مع الستيك هولدرز المختلفة بشكل أكبر بحيث ان هم يقدروا يوصلوا لأفكار مبتكرة خارج الصندوق نقدر نحقق بها أهداف التنمية المستدامة. الحاجة الثانية المهمة ان روح التعاون الدولي هي مفيش دولة هتقدر تقوم لوحدها، وهذه الروح لابد أن تعود، ودي محتاجة تكاتف دولي وإدراك بأهمية الأوضاع الحالية. النقطة الثالثة والأخيرة إنه لا سبيل إلا من خلال توطين التنمية، وإن دوت هيبقى سبيل لوجود تمويل بالإضافة إلى تبادل الخبرات المختلفة. هي دي إضافة بالنسبة لهذا الجزء. شكرا لحضرتك مرة أخرى، بتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم جميعا المتحدثين الأفاضل، الأستاذ أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية بمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسين أباظة استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. والحقيقة أيضا بنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر
والتقدير للدكتورة مروة الوكيل وللأستاذة الدكتورة أيضا ريهام عبد الحميد ولبرنامج دراسات التنمية المستدامة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وطبعا الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة. وأيضا بتقدم بالشكر لجميع من شاركوا معنا في هذه الندوة الافتراضية عبر الفيسبوك لأن الحقيقة أسئلتهم هي اللي أثرت هذا النقاش المهم. بشكركم مرة أخرى وإن شاء الله نلتقي في ندوات قادمة. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. بشكركم جميعا. شكرا لحضراتكم جدا. وبحب أشكر زملائي في برنامج دراسات التنمية المستدامة وزملائي أيضا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي أتاحوا لنا الفرصة إن احنا نتواصل مع جمهورنا وإن شاء الله نلتقي في يعني في محاضرات أخرى ومع خبراء آخرين. بشكركم جميعا. شرفتونا. شكرا يا فندم. مع السلامة. مع السلامة.